أحبائي المشاهدين، بحييكم باسم الرب يسوع المسيح. أنتم معنا من جديد، بث مباشر من سيدني أستراليا. قبل قليل كان في بث بكاليفورنيا، ونشكر الرب من أجل أحبائي اللي كانوا عم يشاركوا بالبث المباشر قبلنا، والآن نحن من سيدني أستراليا بث مباشر بعنوان، طبعا حلقة برنامج أكثر من رأي بعنوان المغلوب تحول إلى غالب. رح نشوف كيف المغلوب مغلوب، وليش كان مغلوب، وكيف كان مسلوب ومنهوب، وكيف تحول هذا المغلوب إلى غالب، وهذا المسلوب إلى سالب. كيف ممكن هذا الشيء يصير؟ وخاصة أنا أتكلم عن الإنسانية عامة، بدءا من آدم لآخر آدمي، لأننا صرنا تحت سلطان الشيطان بسبب خطايانا. ما أن سقطنا في جنة عدن بأبوينا آدم وحواء، انتهينا، فقدنا سلطاننا، فقدنا كرامتنا، فقدنا قوتنا، وبالتالي صرنا العوبة بيد الشيطان. في ناس بيقول لك أنه الشيطان مش موجود، وأنتم عم تتخيلوا هذه الأشياء كلها، لكن أحبائي الشيطان موجود، والمسيح سحق رأسه على الصليب وحقق لنا الغلبة، وأعطانا أن نكون فعلا بحالة سلطان دائم، ونسحق باسم الرب يسوع المسيح كل قوة العدو. وسنتأمل بهذه الأمور بإسهاب ونتوسع تدريجيا. لكن طبعا أحبائي اسمحوا لي أولا أعرف على أحبائنا، ضيفين معنا بالاستوديو، نشكر رب من أجلهم، من الضيوف الدائمين معنا بالبرنامج، حضرة الخادم الرب الدكتور الفاضل صفوت سليمان. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. أهلا بك تزونا، ربي يباركك ويديك الصحة ويخليك لنا. ربنا يخليكم ويحفظكم، شرفت البرنامج من جديد. أمين، ربي يباركك. نشكر رب من أجلك. طبعا أحبائي الدكتور صفوت غني عن التعريف، أنه دائما باستمرار معنا بخدمات الميديا، وطبعا هو خادم للرب، ونشكر رب من أجله. عنده طبعا يعني بيشتغل، بس خادم للرب، بفرغ وقته للرب، مع أنه هو دكتور وعنده يعني عنده ميديكال سنتر، بس الرب يكفيك أتعابك. وحلو الإنسان لما يكون الرب عم بيباركه يبارك الرب في المقابل، كان ممكن تعيش بطريقة مختلفة. رب لا ينسى تعب المحبة. نشكر رب من أجلك. ونحن سعداء يكون معنا أيضا، نشكر رب خادم الرب أيضا الفاضل الأسيس نصيف قلادة، ونشكر رب من أجله. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بيك، وأهلا وسهلا بالدكتور صفوت. نشكر رب أنه المطر ما منعش الأحبة، لأنه المطر رهيب اليوم ومبارح في سيدني، طقس فظيع الحقيقة، لكن نشكر رب. ماجدا للرب. يعني أنا كنت خايف، عادة حضرتك بتتأخر بدون ما يكون في مطر، فقلت استر يا رب اليوم حيتأخر الأسيس. ماجدا للرب. نشكر رب. طيب نشكر رب أحبائي، نحن طبعا عندنا مطر غزير في سيدني أستراليا، ونشكر رب، هذه بركة حلوة، لأنه طبعا العالم بينتظر الأمطار، لأنه بركة بنعتبرها بركة. نشكر رب من أجل كل نعمة من عند الرب. طبعا أحبائي، أنا بالمناسبة قبل ما أبدأ بالبرنامج بحب أنه طبعا عزي أهالي الضحايا اللي قتلوا واستشهدوا في ليبيا على يد الدواعش. الرب يرحمه ويعطي نعمة باسم المسيح. الأحباء اللي طبعا استشهدوا وقتلوا على أيدي الإرهابيين، الرب قادر أنه فعلا يتعامل. يعني طبعا هم طبعا نفوسهم أكيد طلبوا الرب وأكيد مجدوا الرب. أنا ما شفتش الفيديو بس سمعت الخبر، لكن أنا واثق أنه الرب لابد أنه يتعامل معهم، وأكيد هم في مكان أفضل. وبعزي أهالي الضحايا، وبصلي من كل قلبي أنا وأحبائي جميعا أنه الرب فعلا يفتح القلوب والأذهان. وإحدى الأمور اللي راح نتكلم عنها، وإن شاء الله ما ننسى، أنه إزاي واحد بيقتل خيو الإنسان، هذا دليل مش أنه هو منتصر، هذا دليل على أنه 100% مغلوب ومنكسر، وهو تحت سلطان الظلمة، وإنسان ضعيف إلى آخر حد. ده تحت سلطان إبليس يا سي جون. نعم. يعني ذاك كان قتالا منذ البدء، وإبليس هو الكذاب، وهو أبو الكذاب كمان. نعم. فيتصب بالقتل وبالكذب والخداع والمكر، فيعني ده مش دين الله. بس نشكر، أنا أشكر الرب بصراحة على الأحداث اللي حصلت دي، لأن كشفت القناع عن أكبر خدعة في التاريخ. نعم. يعني وريتنا أكبر خدعة، الناس مخدوعة بقالها 1400 سنة وفي طبيعة الدين دوا، لكن الناس دول كشفونا أكبر خدعة. والرب هو المتحكم في كل الأمور، يعني الرب شايف والرب سامع. فأنا برضو بضم صوتي إلى صوت حضرتك، وبنعزي كل أهل الضحايا، سواء المصريين اللي كانوا اتذبحوا قبل كده 21 واحد في ليبيا، او من حديثا امبارح من اثيوبيا. نعم. الناس اللي اتقتلت دول، او الطيار الاردني برضو معاذ، بعزي اهله بقول لهم ان الرب يسوع المسيح هو الله الحقيقي، وهو شايف وهو عارف،
وهو بيسمح لغرض معين علشان احنا نرجع له، احنا نتوب لان مجيء المسيح قريب. يعني الاحداث دي بس بتدينا رمز او شبه صغير للي هيحدث بعد اختطاف الكنيسه، بعد اختطاف المؤمنين، وتدخل الارض بقى في حروب واخبار حروب ومجاعات واوبئه وكل الكلام اللي احنا قرينا عنه قبل كده. نعم. انا اشكرك طبعا، و مثل ما قلت وبدي ركز على نقطة ورح سلمها طبعا للأسيس نصيف، أنه الإنسان اللي بيقتل خيه الإنسان هو مش دليل على أنه هو القوي، مش واقف زي ما كنا نشوف طرزان يحط رجله على الأسد بعد ما يقتله ويصرخ لا هو ضعيف جدا، هذا دليل على أنه مغلوب ومسلوب ومنهوب الإرادة، مسلوب الإرادة ومنهوب. وبحب سلمك الكلام، هو مسلوب الإرادة لأنه في البداية الشر ليس له دين، والشر لا ينتمي لله، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. نعم. والإنسان والعنف والقتل ضد طبيعة الله. الله منذ أن خلق الإنسان قدس الحياة وأعطى الإنسان قدسية الحياة. قدسية الحياة معناها أن الحياة مقدسة ومخصصة، وليس من حق أي إنسان آخر أن يعتدي على حياته أو ينهي حياة آخر. الله فقط هو الذي يحيي وهو الذي يميت. لكن البشر والأفعال الظلم الحقيقة اللي بنشوفها ده دليل على إظلام الفكر والقلب والجهل وعدم إدراك حتى معنى الإنسانية والبشرية العادية. يعني الإنسان الطبيعي قبل حتى الناموس عندما يعتدي على أخيه الإنسان ويقتل لا يستطيع أن ينام. هل تلمس معي في لو رجعنا الكتاب المقدس عندما قام قايين على أخيه هابيل وقتله وما كانش في ناموس في ذلك الوقت، ولا كان في أي شرائع ولا قوانين مكتوبة حتى، لكن أرقوا ضميره وكان هارب وكان خائف لأنه عارف أنه فعل، وحاول يواري الدم ويخفي لأنه فعل أو شعر أنه فعل أمر ضد الإنسانية وضد الإيمان وضد الطبيعة اللي خلقنا الله على صورته. فالله عندما خلق الإنسان خلقه على صورته كشبهه، فهذه الصورة في الحرية وفي الإعمال الفكر وفي احترام الآخرين وفي عدم التعدي على حقوق الآخر. أنا بشوف أنه الأفعال اللي حضرتك أشرت ليها والدكتور صفوت سواء اللي تقوم بها هذه الجماعات الإرهابية داعش وبتحت ستار الدين هي بعيدة كل البعد عن الدين، وهذه هي بعيدة كل البعد عن القيم حتى الإنسانية، وبعيدة كل البعد عن مفهوم الإنسان وحياة الإنسان. وأنا مرة تانية بأكد أنه هؤلاء يجسدون الشر، وهؤلاء بعيدون كل البعد عن الله، الله الذي هو حب، الله الذي هو حياة وليس موت، الله الذي يهدف إلى حياة إنسان كريمة ومنتصرة وسعيدة. وهدف من أهداف خلق الله للإنسان هو أن الإنسان يمجد الله وأن يستمتع بالحياة. فكيف يستمتع الإنسان بالحياة ويأتي آخر عدو منتقم شرير ويقتله؟ أفعال القتل والموت والإبادة هي أفعال إبليس، وهي من قوانين مبادئ إبليس، لأنه يهدف إلى يقتل. ذاك جاء لكي يذبح ويهلك ويقتل، أما أنا فقد أديت لكي أطلب وأخلص ما قد هلك. وهنا نشوف المفارق، إبليس يأتي ليذبح، وهذا ما يقوم به هؤلاء، يذبحون ويقتلون، دي أفعال إبليس. عشان كده أنا بقول هم كما ذكرت حضرتك مسلوبون الإرادة، مسلوبون إرادة ومخدوعين أيضا، مظلومين يعني فكر مظلم تماما. عشان كده إحنا بنصلي لهؤلاء أن ربنا يفتح أذهانهم ونير عقولهم وقادر يحولهم. الذي غير شاول قديما يستطيع أن يجري تغييرا في هؤلاء، فأنا بصلي من هذا المكان ربنا يقدر يحول قلوبهم المظلمة وعقولهم أيضا الشريرة إلى أدوات لفعل مرضاة رب. ليس أشكر. بعيد عن الرب، ليس عجبا هذا كما يقول الرب في سفر زكريا، وأن يكون هذا عجيبا في أعينكم، أيكون عجيبا في عيني؟ حاشا، الرب يستطيع كل شيء. أمين أمين، أشكرك جدا. طبعا أنا بحب أحبائي رحب أيضا بالمناسبة معنا ضيف بتحبوه جميعكم خاصة مشاهدي قناة الكرمة، معنا حضرة خادم الرب الأسيس عصام حداد، راح يتواصل معنا من أمريكا على سكايب صوت وصورة. فطبعا بحب أن أسلم عليه وأسمع منه التعليق الأولي. وحضرة حضرة المخرج من فضلك معنا. أوكي الأسيس جاهز. طيب بحب سلم على حضرة الأسيس عصام، وأهلا وسهلا فيك أسيس عصام. أهلا وسهلا فيك أسيس الرب يبارك. أنا حبيت أنك تدخل معنا بسرعة في البداية حتى نسمع تعليقاتك الأولى حتى ما نخسر أو نعيد الحوار مرتين. طبعا نحن تكلمنا على أنه الحلقة المغلوب تحول إلى غالب،
وبما أنه تحول المغلوب إلى غالب، هو كان مغلوب ومسلوب الإرادة وإبليس كان يسيطر عليه. ونحن أتينا على الموضوع أسيس عصام أنه الإنسان عم يذبح أخيه الإنسان هو دليل على أنه مسلوب الإرادة وإنسان فعلا ضعيف إلى أقصى الحدود، لأنه لغة العنف هي لغة المغلوب والضعيف، لكن لغة الحوار والإقناع والمنطق هي لغة الإنسان القوي. تفضل على حضرة الأسيس من فضلك. بدون شك أسيس جون، سلام للدكتور صفوت الأسيس ناصف قلادة. الكلام اللي قالوا الإخوة حقيقة أنه هو الكلام الواقع، هو الكلام الحاصل في الوقت الحاضر، لكن أنا أحب أضيف شيء بسيط اللي هو أنه الأرواح الشريرة مش بتموت أبدا، زي ما الملائكة ما بتموتش، الأرواح ما مش بتموت. عالم الروح عالم حي، عالم كائن. الأرواح اللي كانت تقتل في أيام الكنيسة الأولى، تضطهد المسيحيين في الأيام الأولى لبداية الكنيسة، ما زالت قائمة لهذا اليوم. الشهداء اللي عبر العصور 2000 سنة اللي مضوا، وحتى ما قبل، حتى من بداية تأسيس العالم، الأرواح اللي اشتغلت على القتل وعلى الإجرام وعلى سفك الدم، هاي الأرواح ما زالت موجودة. وفي كل عصر من العصور تستخدم أناس مختلفين بأسلوب مختلف، بشخصيات مختلفة، بطرق مختلفة، ولكن الروح هو ذات الروح. اللي استخدم نيرون في القرن الأول، واللي استخدم الرومان في المحاولة على القضاء على المسيحية في القرن الأول، هذه الأرواح ما زالت موجودة. وفي بداية القرن العشرين، سنة 1915، لما حصلت المذابح في شمال سوريا وتركيا، ابتدت في ديار بكر وانتقلت إلى ساسون، يعني ثلاث مذابح حصلت، هذه الأرواح اللي كانت من البدء ما زالت موجودة وعملت من خلال هؤلاء الناس، لأنها عملت العمل بدون أي شفقة، بدون أي إنسانية. وأي عمل يعمل بدون شفقة، بدون مشاعر، يعتبر عمل شيطاني. نفس الأرواح موجودة الآن في الشرق الأوسط، موجودة حول الميديترينيان، وانتقلت إلى العراق، انتقلت إلى سوريا، انتقلت إلى اليمن، انتقلت إلى ليبيا، ما زالت هذه الأرواح موجودة. أنا سؤالي اللي بوجهه لهالفئات اللي اتبعت هذا المسلك وهذا الطريق، مين بيعطيك الحق إنك أنت تحكم على إنسان في إدانته أو في براءته نسبة إلى معتقدك أنت الشخصي؟ تقضي على هذه النفس وتحرم هذه النفس حق الحياة، إن كان شاب، إن كان رجل متقدم في السن، إن كانت امرأة، إن كان طفل، مين أعطاك الحق أنك تتعدى على حريات الآخرين في أعمال إجرامية وتعمل عمل القاضي والجلاد في ذات الوقت؟ في يوم من الأيام سنقف جميعا أمام كرسي الله حتى يعطي كل واحد منا حساب عمله على هذه الأرض. ما فيش إنسان رح ينفد من هذا العقاب، لأنه يوم الدينونة يوم قريب جدا، ودينونة العرش الأبيض العظيم يعني قريبة جدا. من المهم أنه نحن نتعلم من الأمور اللي بتحصل ونتوب ونرجع للرب من كل قلوبنا. أمين. والطريق الشرير اللي ماشيين فيه نرجع عنه ونسلك فيه بحسب كلمة الله في اسم الرب يسوع. أمين. أشكرك على سيس عصام، من فضلك تبقى معنا حتى نتابع. دكتور صفوت، طبعا المغلوب تحول إلى غالب، فلازم من فضلك نشرح قليلا عن هذا المغلوب. أنا قلت في البداية أنه بسبب السقوط سلبنا الإرادة ونهبنا. بالتأكيد. اتفضل. أمين. لو رجعنا لأول سفر، أول سفر التكوين أسيزون، أول أصحاح في الكتاب المقدس، عشان نفهم مين المغلوب ومين الغالب، أو إزاي المغلوب تحول إلى غالب. نعم. الله خلق الإنسان وأعطاه السيادة، السلطان على الخليقة.
في تكوين واحد أول أصحاح أول ورقة في الكتاب المقدس كلام الله الوحيد اللي بين إيدينا على الأرض أنا هو تكوين واحد وأصحاح أصحاح واحد وعدد 26 قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا يعني ليه مسؤولية ليه سلطان ليه محبة ليه مشاعر ليه شركة وبعد كده تيجي بعدها على طول الكلمة فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض بما فيها الحياة والعقارب يعني الإنسان كان سلطان لكن تمشي على طول في سفر التكوين تكوين 3 سقط الإنسان في الخطية وسلم السيادة إلى الشيطان فما بقاش الإنسان سيد الخليقة ما بقاش آدم وحواء سيد الخليقة من السيد الخليقة أصبح الشيطان هو سيد الخليقة أخذ 3 ألقاب الشيطان أخذ اللقب الأول رئيس سلطان الهواء أفسس أصح 2 أخذ رئيس هذا العالم رئيس هذا العالم يوحنا 12 14 16 وأخذ كمان سلطان الموت الذي له سلطان الموت عبرانين 2 يعني بقي ليه سلطان الموت وبقي رئيس سلطان الهواء بيتحكم في الهواء بيتحكم في أفكار الناس بيتحكم في الرياح وبعد كده هو كمان رئيس هذا العالم ما بقاش الإنسان هو رئيس هذا العالم لكن الله طب يسيب الإنسان تحت عبودية عبودية سيد قاسي لا الله في رحمته وفي محبته في نفس الأصحاح تكوين 3 نلاقي الذبيحة صنع رب الإله لآدم وحواء أقمصة من جلد وألبسهما ليه؟ دي الذبيحة إشارة إلى ذبيحة المسيح علشان الذبيحة دايما أقول لها شقين ذبيحة لها جلد تغطي الإنسان تستره أمام وجه الله وليها الدم علشان يكفر عن خطية الإنسان نمشي شوية في الكتاب المقدس نلاقي مثلا النبي أشعياء يكتب لنا في أشعياء 53 مين الذبيحة بقى الأصلي هو الرب يسوع المسيح يقول كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فيه فالرب يسوع المسيح كان هو الذبيحة اللي يكفر عن خطية الإنسان بدل ما الإنسان كان مستعبد تحت يد الشيطان لكن الرب هو اللي يقدر يحرر نوصل لإنجيل يوحنا يقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار تصرون أحرار لازم يبقى فيه تحرير الإنسان مستعبد يعني حضرتك بتقول أو الأسيس عصام الفاضل بيقول مين ادى الحق إن هو يقتل ما هو الشيطان هو اللي مديه الحق لأن هو تحت إيد الشيطان هو مستعبد الشيطان ماسك أفكاره الشيطان هو رئيسه الشيطان هو أبوه الرب قال لهم أنتم من أب هو إبليس لكن اللي يحرر هو الوحيد الرب يسوع المسيح على أساس ذبيحة المسيح لآخر أصحاح بقى في الكتاب المقدس اللي هو برضو يرجع الإنسان اللي يقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياته يقول عليه في رؤية 22 طوبى للذين يصنعون وصايا لكي يكون سلطانهم يرجع السلطان تاني سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة أشكرك جدا أمين ربنا باركك أسيس بتحب تضيف نقطة حول الموضوع أضيف بس نقطة مفهوم يعني إيه الشيطان أخذ موقع السيادة لأنه هنا التعبير الشيطان أصبح سيد للخليقة معناه ببساطة أنه الشيطان أخذ موقع سيادة على الأشرار على الأشرار وعلى الخطاة ولكن يظل الله هو السيد وصاحب اليد العليا لا ننكر يعني أن الله سيد كل التاريخ سيد كل الخليقة بما فيها كل المخلوقات الساقطة وغير الساقطة فالله صاحب السيادة واحد يسألني طب الشر اللي بيحصل والقتل والعنف بطرس الرسول يقول في الرسالة الثانية في أصحاح 2 آية 19 هم أنفسهم عبيد يوصف الأشرار هم أنفسهم عبيد للفساد ويقول لأن ما انغلب منه أحد فهو مستعبد له أيضا فالإنسان عندما يقع في الخطية ويسقط وده جزء من الصورة بالمناسبة الصورة اللي خلق الله الإنسان عليها ليست هي صورة في الشكل في العينين والأنف والأذن أبدا حاش الله كل الوجود الله روح ولكن الصورة تعني مضامين أكبر بكثير جدا فهي خلق الإنسان على صورة الله في البر والقداسة خلق على صورة الله في الحرية والاختيار وده واحد من الأشياء اللي بيفسر لماذا سمح الله
للإنسان أن يخطئ، كان قادر أن يمنعه، كان قادر أن يمنع آدم قبل أن تمتد أيديه إلى هذه الشجرة، كان قادر أن يمنع حواء، لكن لماذا سمح؟ لأنه الإنسان مخلوق على صورة الله، هذه الصورة لها حرية كاملة وحرية مطلقة في الاختيار. عشان كده لما آدم أخذ من هذه الشجرة وعصب، القضية ليست في الشجرة، القضية هي عصيان لوصية الله وكسر لهذه الصورة اللي هي القداسة والبر والحرية والمسؤولية والسيادة والتسلط والقيادة اللي خلق عليها. فصورة متسعة الجوانب. عندما سقط الإنسان انغلب لأنه انحرف عن الخطة والمسار الذي رسمه الله له وأراد الله أن يكون عليه، وانحرف بحرية كاملة وإرادة كاملة، سقط سقوطا فظيع آدم وحواء، والاثنين سقط معا، ومن خلالهم سقط كل البشرية. ورسول بولس هو بيفسر هذه القضية في رومية 5 بيتكلم على السقوط وعلى نتيجة السقوط الموت، بيقول إنه كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية اجتاز الموت إلى الجميع، إذ أخطأ الجميع. هنا إذ يقول الجميع أخطأ، بمعنى إنه ليس فقط في آدم وليس فقط آدم وحده نلوم، ولكن كلنا أخطأنا، كلنا في الموازين إلى فوق، ومن منا بلا خطية. ورسول يتحدث، رسول يوحنا في رسالة الأولى يتحدث للمؤمنين حتى يقول لهم إن كنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا والحق ليس فينا، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم، إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا والحق ليس فيه ودحاش. فإذا أنا أخطأت بإرادتي ونتيجة خطيتي أنا أصبحت مغلوب، دي أول فكرة. فمن هو الإنسان المغلوب؟ هو الإنسان الذي ابتعد عن خطة الانتصار وابتعد عن موكب المنتصرين وابتعد عن مشيئة الله وحياة الله. الله أرادني أن أكون منتصر وأعيش حياتي مرفوع رأس وأعيش حياتي حياة سوية، حياة أمجد الله واستمتع بها. إبليس عندما جاء وأسقط الإنسان في الخطية وسقط الإنسان مرة أخرى بإرادته وانخداعه في أقوال الحية قديما التي هي إبليس، سقط، وبهذا السقوط وقع الإنسان في هو صحيقة، هو الانهزام والذل والأسر والعبودية والموت وكل ما مضامين الهزيمة. تذكر حضرتك أنه في العهد القديم هو كان الجيش المنهزم يترك الغنائم والأسرى وسلبة للجيش المنتصر. فإنجاز التعبير إبليس عندما انتصر على الإنسان بسقوطه أسره وسلبه وتحول الإنسان إلى غنيمة في يد إبليس. وهنا سيأتي الدور كيف يتحول هذا الإنسان المغلوب إلى غالب، كيف يعتق من هذا الأسر وكيف ترد الغنيمة المسلوبة، وكيف يتحول من إنسان مستعبد أسير مذلول مغلوب إلى إنسان حر، إنسان سيادة وقيادة، ويعود مرة تانية يستمتع بحياة ويمجد الله بهذه الحياة. لا شك أنه زي ما أشار الدكتور صفوت أنه في ثمن الدفع هو الذبيحة، وأنه الذبيحة ببساطة معناها إيه؟ أنه معناها الرب يسوع المسيح جاء لهذا العدو الذي هزمني وجاء لهذا العدو الذي غلبني وحولني مغلوب وحاربه وانتصر عليه. وأين انتصر عليه؟ في الصليب. ده اللي يقوله رسول بولس في رسالة كولوسي لما يقول أشهرهم جهارا ظافرا، أدي منتصرا أي ظافرا بهم فيه، أي في الصليب جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فالمسيح في الصليب سحق العدو اللي ظن أنه منتصر، وأعتقني أنا الإنسان المغلوب، وأعتقني أنا الإنسان الأسير، وأعتقني أنا الإنسان المقيد لخطاياي وقيودي وأسري وذلي وعبوديتي، وأطلقني لحياة جديدة هي حياة النصرة وهي حياة الانتصار وحياة الغلبة في المسيح يسوع والإيمان بالرب يسوع المسيح. والإيمان يغلب هذا العالم، وإن كان لنا إيمان حقيقي هذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا، إيماننا بشخص المسيح وإيماننا بعمل المسيح وإيماننا أننا في المسيح منتصرون بل أعظم من منتصرين. أمين أمين. أشكرك جدا. أنا طبعا حضراتكم بلغتكم أنه رح نعرض فيديو، وهذا الفيديو طبعا بيتكلم عن فتاة دخلت بين النمور وجريئة، والناس طبعا يعني خافت عليها بشكل مش سهل. وواحد تاني عم يتمشى بين الحيات، حيات الكوبرا، مئات من الحيات. فأنا لفت نظري هالفيديو هيدا، قلت أنا لازم نحن نوري الناس إذا نحن خايفين على واحد ماشي بين الحيات الطبيعية، لأنه الظاهر كأنه عنده سلطان، عنده جرأة ما بنعرف، لكن كم بالحري نحن المؤمنين اللي الرب عطانا سلطان
انه ندوس الايات والعقارب وكل قوه العدو، وراح بقراها وبعدين بنعرض فيلم الفيديو. حضره المخرج بس اقرا من فضلك المقطوعه، من فضلك نعرض الفيلم يعني. طيب احبائي، بحسب لوقا الاصحاح العاشر، الرب يسوع جاء اليه التلاميذ بعد ما وداهم حتى يبشروا الناس بملكوت الله ويقيموا الموتى ويشفوا المرضى، وهذا شيء تم حقيقة. ومين بيقيم الموتى إلا الله؟ لكن أعطاهم المسيح السلطان لأنه هو الله. فبيقول بعدد بلوقا 10:17، فرجع السبعون، كان المسيح ودى 70 شخص، أرسل 70 شخص، فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ها أنا أعطيكم سلطانا. المسيح اللي بيعطي السلطان، ورح نتكلم مين بيقدر يعطي السلطان. هل أنا مثلا بقدر أعطي السلطان للدكتور صفوت؟ إذا أنا كنت أنا إنسان مؤمن في المسيح وأنا بحب الرب كتير ورب أعطاني سلطان، هل أنا بقدر جير سلطاني اللي أعطاني إياه المسيح للدكتور صفوت؟ ما بنقدر، رح نتأمل عنها فيها. بس المسيح لأنه هو الله، ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. لكن طبعا نحن مش بس عم نفرح لأنه معنا سلطان المسيح على الحياة، أي قصدي الحياة اللي هي إشارة للأرواح الشريرة، والعقارب إشارة للأرواح الشريرة وقوة العدو. طبعا مش عم يتكلم المسيح عن قوات عادية. في بعض المسيحيين يا حرام راحوا صاروا يلعبوا بالحياة تيوروا أنه الرب عطاهم سلطان، فلدغت منهم أشخاص بسبب البساطة الذهنية. لكن المسيح هنا يتكلم عن حياة، لأن المسيح قال أنه الشيطان هو رمز للحية المتحوية. يعني الحية المتحوية كان عم يتكلم فيها الكتاب المقدس أنه الشيطان تحوى بها وصارت أخذت المنحة هذا أنه الحية رمز للشيطان. لكن بيقول الرب يسوع ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح، أي الأرواح الشريرة، تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. نفرح أنه الرب أعطانا سلطان، نعم، لكن مجد الرب العظيم مش بس انه تجلى بحياتنا العاديه بسلطاننا العادي، لكن مجد الرب العظيم. ونشكرك يا رب من كل قلبي، بشكرك من كل قلبي لانك اعطيتني الحياه الابديه، والرب يعطيك نعمه الحياه الابديه يا اخي المشاهد ويا اختي المشاهده. رح نلعب الفيديو احبائي ونشوف المقارنه بين حياه عاديه ونمور عاديه وبين السلطان اللي الله اعطاه للانسان، الانسان اللي كان مقهور ومغلوب حتى يسحق راس الشيطان باسم المسيح. تفضل اخي المخرج. So Mr. This is not rope. Because يعني نحن عادة أحبائي من خلال لما نشوف حي بسيطة، بس هذا الإنسان عم يتحرك بين الحياة بحرية تامة، وهذا أمر ملفت للنظر. طبعا يمكن في ناس بيقولوا أنه في بينه وبين الحياة عهد، هو من نوعية الذي يرقي الراقي أو شيء، لكن المهم والواضح أنه في جرأة عظيمة لهذا الإنسان يتمشى بين حياة من هذا النوع. Очень жесткий.
وهنا أحبائي منظر آخر. هذه الفتاة دخلت بين النمور، وطبعا هم نمور في غابة، يعني مش إنه يعني في حديقة الحيوان، لكن أيضا عندها جرأة إن تكون في وسطهم وتخليهم يعني تحاول ترويضهم يعني. وسنرى هذا الأمر طبعا بعد قليل. Si je me baisse, ils vont venir vers moi car alors nous aurons la même taille. انا حبيبي مش قادر ترجم لانه هيدي لغه شوي صعبه علي. Je fais ça pour vous montrer comme ils sont lâches, pas pour les taquiner. عم تحاول يعني طبعا توريهن انه يعني في عم تتحاول انه تتواصل معهم احبائي، لكن بالنتيجه حتى للاختصار انه استطاعت انها تقدر تجلس معهم ونوعا ما يعني تروضهم. طيب نشكر رب. يعني انا حبيت طيب انا حبيت احبائي يعني كمنظر بس ناخذ فكره انه اذا منظر شخص بين الحيات ومنظر شخص اخر بين النمور وامر خطير، والناس طبعا بتشوف امر مش سهل، فكم بالحري احبائي نحن اللي اتمتعنا بنعمه الرب يسوع، اللي كنا منهوبين ومسلوبين ومغلوبين، اتمتعنا بسلطان الرب على الارواح الشريره. رح نسمع هذا التعليق من الاسيس عصام. من فضلك اسيس عصام تشرح لنا قليلا عن هذه الحاله وتعمل مقارنه اذا بتريد. من فضلك. I missed you. راح علي سؤالك اسيس جون. السؤال هو انه نحن بوضعيه عم نشوف يعني منظر طبعا مخيف، يعني مش سهل انك تحط انساني في وسط النمور، وإذا كان فعلا هم نمور في غابة، ومش سهل أنك تدخل إنسان في وسط حيات من هذا النوع، والكوبرا خطيرة جدا. لكن كم بالحري عندما نحن نتحرك في عالم مليان أرواح شريرة ومعنا سلطان، وبتلاقي المؤمن بيأمر بسلطان مثل ما أمر بولس الرسول مثلا الأرواح، قال له أنا آمرك باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع أن تخرج، فيعني معنا سلطان. ولو أنه الرب بيسمح وبيورينا منظر الشياطين المرعبة كانت الناس بتخاف، بس أبسط مؤمن وأضعف مؤمن صار معه السلطان وبيتحرك بسهولة في وسط الأرواح الشريرة. الناس طبعا مسكونة بأرواح شريرة، وبنتعامل مع الناس اللي فيهم أرواح وبدون خوف ومعنا سلطان وإلى ما هنالك. السيس جون، عدد كبير من المؤمنين اللي اختبروا الإيمان، اختبروا الخلاص في شخص الرب يسوع، ما عندهمش الإدراك الكامل عن السلطان اللي الرب أعطانا إياه. يعني كل الكلام اللي سمعناه من الإخوة الأفاضل إذا كان بدل على شيء، بدل إنه الله أعطانا هذا السلطان اللي يفوق سلطان عدو الخير. رب أعطانا سلطان. في يوحنا 1:12 يقول: أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. اليوم كنت بتكلم مع ابني وسمع اختبار عن 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 شخص بطرد الأرواح الشريرة، وصورة شيطان طلعت في صورة عادية. قال لي this is scary، يعني هذا مخيف. قلت له بالعكس، انت مش عارف قديش شيطان خايف منك، مش عارف قديش شياطين بتخاف منك لما انت تكون عارف قيمة السلطان اللي عندك. لما احنا نعرف السلطان اللي عندنا ونعرف كيف نستخدم هذا السلطان، قوات الظلمة بتخاف، وبصير مرات كتير بصير كاونتر اتاك، هجومات على الناس اللي بتخدم نتيجة
إخراج الشياطين نتيجة الانتصار على الشياطين نتيجة الغلبة على الأرواح الشريرة. حصل اليوم اختبار اليوم العصر لسه يعني بس من ساعتين أو ثلاث ساعات بس. جاري ورجاني الصورة عن شخص مؤمن عنده بيزنس ميكانيك شوب عنده جراج عنده بيصلح سيارات لكن البيزنس عنده ميت وفي من كم يوم صور البيزنس قبل ما يروح على البيت ولما رجع البيت عم بطلع على الصور وشاف صورة غريبة جدا وشاف شخص واقف في وسط المكان في وسط الجراج ما ارتاح أبدا فبعت الصورة لوالده والده لما شافها قال له هذا شيطان لازم تصلي حتى تطرد هذه الشياطين وبالفعل صلى في المكان وبقول هذا الشاب يعني لسه الاختبار فريش بس من يومين يعني بقول هذا الشاب بقول انه ما كانش عندي بزنس ما كانش في ناس تيجي على 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 الشغل ما كانش في هناك اي نوع من الترافيك بزنس ترافيك عندي ومات الشغل تقريبا لكن لما صلى وطرد هذا الروح الشرير من المكان رجع البزنس عادي وفي نجاح وفي ازدهار وفي نمو وياريت انا بطلب من اخوي المخرج انه يورجي هذه الصوره بس حتى تشوف هذه الصوره احبائي على الشاشه والاسيس عصام ارسل الصوره للمخرج حتى يحطها فيبدو انه نستطيع ان نرى الجراج تفضل الاسيس عصام حضرتك تشرحها افضل مني لا شوف صوره الشيطان اللي واقف جنبه الميكانيك واقف على الشمال على اليسار وجنب الميكانيك بتشوف هيئة الشيطان اللي واقف شوف الشعر الطويل شوف كأنه ست لكن هذا روح شيطاني كان في المكان وكان سبب في خسارة كبيرة في الماديات في المكان وكان يمنع الناس يدخلوا حتى يصلحوا عربياتهم في هذا الجراج لكن لما صلى استخدم السلطان اللي عنده أسيس عصام من فضلك أنه ايه رايك لو انه مثلا واحد قال ده امر مش مقبول يعني حتى كفكر انه شوي بنحسه انه ممكن يكون بسيط شو اجابتك حضرتك من فضلك على هالفكره لانه الشيطان مش مفروض يبين مثلا بالكاميرا بتفتكر انه الشيطان بيبين بالكاميرا مثلا ممكن الرب كشفه لهدف اخوي سيس جون الرب بيكشف في بعض الاحيان لهدف مش لمجد الشيطان ولكن حتى الرب يعلن مجده هو من خلال الصلاه يعني الصورة قدامها هي اللي بتتكلم مش أنا اللي بتكلم هذه صورة حقيقية صارت يعني بس من أنا وصلتني هلأ بس قبل شوي لكن الاختبار له بس يومين شيء حقيقي حصل عرفت من السهل أنه نحن ننكر وجود الشياطين وعلى فكرة الشيطان عايزنا أنه نحن نآمن أنه ما فيش شياطين وما فيش جهنم وما فيش عقاب أبدي ليه لأنه لو أمننا بناخذ موقفنا ونستخدم السلطان ضده عرفت نعم لكن لما نحن نكون واعيين على 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 الأمور الكتابية واعيين على المبدأ الكتابي الكتاب يقول قوم إبليس فيهرب منكم أكثر عدد مكالمات تجيني سيس جون من ناس يعني القاسم المشترك روح الإحباط النفسي روح الإحباط النفسي من الأرواح القوية جدا 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 لها تأثير فظيع على الناس على البشر حتى على المؤمنين المختبرين الخلاص بلاقي يعني في بعض الأحيان خدام بتصلوا بقولوا يعني صلي لأنه حاس في إحباط نفسي عرفت مؤمنين بمروا في إحباط نفسي اكتشفت أنه السر في الإحباط النفسي أنه الإنسان مش بمارس السلطان اللي الرب أعطاه إياه حربنا حرب أفكار عدو الخير بحاربنا في الأفكار وبحاول يهزمنا عن طريق الأفكار وبستخدم سلاحين السلاح الأول سلاح التخويف والسلاح الثاني سلاح الكذب هذول السلاحين دائما بستخدمهم في أخت اتصلت فيي من الموصل بتقول لي داعش بعيد عني ساعة ومرعوب في رعب ليه؟ لأنه روح الخوف استخدم روح الخوف ضدها فصليت معها لما الرب أعطاها السلام واستخدمت السلطان وطردت من المكان وبعيد عنها وما حصلش أي شيء معها نشكر يسوع مجدًا لله فمن المهم أنه نحن نعرف
السلطان اللي الرب أعطانا إياه. القسيس نصيف حكى كلمة رائعة، قال إنه الشخص المغلوب هو الشخص اللي ابتعد عن مخطط الله. أنا أؤمن إيمان قاطع إنه هذا يعني هذا شيء حقيقي. في رسالة يعقوب الأولى، رسالة يعقوب سوري الإصحاح الأول وعدد 14 بقول كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت إذا كملت تنتج خطيئة، والخطيئة تنتج موت. فالأشخاص اللي بينجذبوا من شهواتهم هم أشخاص مغلوبين. الأشخاص اللي بينجذبوا للرغبات الجسدية أشخاص مغلوبين. الأشخاص اللي بينقادوا لمخططات عدو الخير وبيستسلموا لأفكار عدو الخير مغلوبين. وبنشوف هذا في عملية الإحباط النفسي، مغلوب. ليه؟ لأنه مش عارف السلطان اللي عندك. في لوقا 10 لما الرب عطى السلطان للتلاميذ قال لهم أنا أعطيكم سلطان أن تدوسوا الحياة. ما هي الحياة والعقارب؟ هي عبارة عن رتب شيطانية وكل قوى العدو. يعني حتى الرتب اللي هو ما ذكرها، اللي بين الرتب، الرتب اللي بين الرتب برضو الرب أعطاهم سلطان عليها. أنا أعطيكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوى العدو ولا يضركم شيء. وكلمة لا يضركم شيء معناته ما ينطبق على الآخرين لا ينطبق عليك. مجد للرب. ليه؟ لأنك أنت ابن الرب. مجد للرب. أشكرك أخي الأسيس عسام، من فضلك تبقى معنا حتى نتابع الموضوع. طبعا عم نتكلم عن حالة الإنسان الذي سقط وصار منهوب ومسلوب وضعيف وإلى ما هنالك، لكن إذا 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 بتحب تضيف على بعض النقاط، إنه المسيح لما تكلم بلوقا 11 إنه نحن كنا طبعا بحالة يعني مسلوبين مش قادرين نتحرك، وإبليس كان مسيطر على هذا العالم مثل ما بقول كده المقدس، ولكن المسيح دخل بيت هذا القوي لأنه هو الأقوى منه ونهب أمتعته. وطبعا صار في فرق بين شخص لسه بعده تحت سلطان الظلمة، وفي شخص يعني المؤمن طبعا صار تحت سلطان وتحت ودخل بملكوت المسيح. فبتحب تعطي توضيح صغير لماذا أنه فعلا في فرق، وكل إنسان لم يخلص بخلاص المسيح هو لازال تحت سلطان هذا الشخص، هذا إبليس، سلطان إبليس. نعم. الآية الرائعة اللي ذكرها الأخ الأسيس الحبيب عصام، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. تبتدي وأما يعني بيقارن بين الكلام اللي قبله والكلام اللي بعده، لأن أما تفصل الجزئين. الكلام اللي قبله على طول في يوحنا واحد السجون، رسول يوحنا كتب لنا إنجيل يوحنا، في يوحنا واحد في ثلاثية اسمها ثلاثية النفي، يعني واحد اثنين ثلاثة، ثلاث مواضيع اسمهم ثلاثية النفي. أول نقطة بيقول إيه فيه، أي في الرب يسوع المسيح كانت الحياة، والحياة كانت نور للناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. دي أول حاجة. النور الحقيقي قد جاء إلى العالم ينير في الظلمة والظلمة لم تدركه. دي أول نفي. النفي الثاني، كان في العالم رب يسوع المسيح وكون به العالم والعالم لم يعرفه. ده النفي الثاني. نمرة ثلاثة، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وده النفي الثالث. يبقى الظلمة لم تدركه، العالم لم يعرفه، خاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. الظلمة مكتوب عنها في الكتاب، الكتاب يفصل نفسه برضه، نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. تشير إلى الشيطان، سلطان إبليس اللي بيتحكم في كل شخص لم يقبل المسيح مخلص شخص لحياته، هو تحت سلطان الظلمة. والعالم، كل ما في العالم هو شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، دول برضو بيتحكموا في كل إنسان في العالم. وبعدين خاصته لم تقبله، ده نتيجة الجسد اللي كان موجود في اليهود، الفريسيين والتدين والكتبة، ده قبور مبيضة. يبقى الشيطان والعالم والجسد. لكن الرب لما بيحرر من الشيطان سلطان الظلمة، يحرر من العالم ويحرر من الجسد. الشيطان مستحيل يمس واحد مؤمن، أقدر أقول، لأن بيتنقل من دائرة سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته.
يعني مثلا في تسالونيكي الثانيه 3:3 امين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. فالرب هو اللي بيحفظ، المؤمن ما يقدرش يحفظ نفسه. يوحنا الاولى 5:18 المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه، ما يجيش ناحيته. الشيطان مالوش سلطان على المؤمن اللي قبل الرب يسوع المسيح مخلص لحياته. يوحنا الاولى 2:14 كتبت اليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لأن المسيح على الصليب عمل بصراحة يعني عمل رهيب. هي معركة. معركة. معركة الصليب. معركة رهيبة. هي معركة المعارك. معركة المعارك. نعم. يعني في عبرانيين 2 يقول فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ليه؟ لكي يبيد. ده كان في إبادة، في عملية إبادة. يبيد. You know, يبيد الموت. يميد بالموت. يعني ده كان له سلطان الموت أي إبليس ويعتق. كان في عملية تحرير عتق. احنا كنا تحت سلطان الظلمة. ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كل حياتهم تحت العبودية. كان في عملية تجريد. جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا. واحد بتجرده من قوته وسلاحه. قوته وسلاحه. وشكواه. وناياشينه. وناياشينه. وأسنانه. نعم. كان في عملية سحق. نعم. يعني سحق الشيطان. نسل المرأة يسحق رأس الحية. نعم. كان في عملية سحق. كان في عملية إبادة. كان في عملية ربط. دخل بيت القوي وربطه في لوقا. نهب أمتعته. كان في عملية نهب. المسيح على الصليب كان بيعمل والفعل نهب معنى استرداد او استرجاع او استخلاص. ما قد سلب. يعني هنا المسيح رد المسلوب، استرجع البشرية الساقطة. لان الفعل نهب في اللغة العربية بيعني جانب سلبي، انه واحد بيسرق. لا، هو الفعل استرجاع او استرداد او استخلاص او انقاذ. الفعل ده معناه انه حد بينقذ حاجه، بينجيها من حاجه. المسلوب. المسلوب. فده الفعل في الاصل. لانه اصلا المسيح ما بينهبش، ما انوش نهاب. لا زي غيره. بس هو الفكره كده حضرتك بتقول انه بما انه ابليس نهبنا فكان لازم يستردنا. يسترد واسترجع. امين. الرب قال في يوحنا 12 والان يطرح رئيس هذا العالم خارجا. وانا ان ارتفعت على الارض اجذب الي الجميع. الصليب كان فيه عمليه جذب. يبقى كان فيه سحق وكان فيه ربط وكان فيه نهب زي ما قال الاسيس الحبيب نصيف. وكان فيه عمليه انقاذ وتحرير عتق. الصليب كان معركه بي. يعني اقول فعلا عظم العمل معنا فصرنا فرحين. هللويا. انا بالحقيقه قبل ما بدي اسلمك الحديث حضره الاسيس، بس قبل ما اسلمك بالفعل انه قديش الانسان مذلول بسبب قوه الشيطان لولا رحمه الله في المسيح للانسان. انا بذكر مره كنت انا ومجموعه خدام، وقديم القصه تقريبا، كنا عم نفطر مع بعض وعم نصلي مع بعض. وبعدين لما كنا ماشيين بالسياره ورا بعض انا وخادم تاني، اتصلوا في ناس وخبروه عن شاب يبدو انه هو بيعرفه. فوقف سيارته وانا كنت عم صلي في ذات الوقت، عم اقول له يا رب انا مش قادر اروح على المنطقه اللي انا فيها لانه بعد كم ساعه تبتدي عندي خدمه الكنيسه، فبدل ما اخسر وقت بذهابي الى بيتي وارجع رجوع، فقلت له يا رب اذا بتحب تستخدمني في مكان معين قبل ما اروح على الكنيسه حتى ما اخسر وقت. انا بحب اني اوفر وقتي، والقديس بولس بيقول مفتدين الوقت لان الايام شريره. فبينزل الاسيس اللي قدامي من السياره وبيقول لي في مجال نكون سوا مع بعضنا في خدمه. قلت له ليش؟ قال لي هيك القصه انه بس مش عارف هو شو القصه. في شاب متالم جدا وعنده مشاكل ولا ما هو وحيد لاهله. فقلت له لا انت روح اخدم وانا بروح بخدم مكان ثاني بربح وقتي. قال لي لا بليز تعال انا وياك نخدم سوا. لما قرعنا على الباب فتح لنا احد اقربائه للشاب. الرجال اللي فتح لنا وجهه اصفر جدا جدا كانه مرتعب. فبيحكي معه بالانجليزي للشاب للخادم وبيقول له هي از مانيفستينج. مانيفستينج يعني الشيطان عم يعطي ظواهر على واحد. قلت له انا شو القضيه للاسيس؟ قال لي يبدو في قصه ارواح. فقال له وين الشاب؟ قالنا جوا في الداخل. فدخلنا بيته يعني كبير، ودخلنا على غرفته. هو الشاب داهن غرفته سوداء، لون اسود كله سوداء، وحاطط خواتم للشيطان وجماجم وكل شيء زي ما تقول يعني
روح شريرة. مثل ما حضرتك قلت انه سلموه الدفه للشيطان. فنحن لما دخلنا هجم علينا بشكل مثل الحيه المتحويه، مثل طريقه حيه الكوبرا. انا كنت اول مره بشوف منظر بهذا الشكل. صلينا على ناس فيهم ارواح بس مش شايفين بهذه الطريقه الا هذا الشخص، فصار يلف يعمل حركات وعيونه صاروا بيض، قلبوا عيونه صاروا بيض. انا افتكرته عم يكذب علينا، عم بيحاول يحتال علينا، حنكه صار يطلع من فمه، يطلع حنكه هيك. انا اول شيء اجاني فكر انه ده عم يستلمنا، عم يقعد. بس صرت صلي، وبعدين صار الولد شاب هو يبكي ويهجم علينا، مره يتعذب ويقول لي بالانجليزي I am in pain. انا موجوع. ارجع اقول له انا تراست ان ذا لورد، اثق بالرب، وهكذا. فكانت حالي انه يعني يسحق سحق الشيطان لهذا الانسان قدامنا ونحن عم نصلي عليه، لحد ما بعدين طبعا الرب حرره. فتفضل وفضلك تكلم مثلاً أنا عن حالة سحق البشرية لولا رحمة الله ودخوله على العالم في المسيح حتى يحررنا، وإلا ما يحلمش أي إنسان يفلت من قبضة الشيطان. أمين. هو الحقيقة يعني أنا عايز نمشي شوية أفكار متسلسلة. أولاً من هو الشيطان؟ نعم، الشيطان هو عدو مغلوب. كتاب كتب عنه أنه هو المشتكي، المجرب، الشرير، إبليس، كل دي دراسات كثيرة لعنه. لكن في أشار لي أخونا الحبيب الدكتور صفوت إنه الشيطان بالنسبة لينا عدو مغلوب، عدو بلا سلطة، عدو بلا أنياب حقيقية، لأنه المسيح معنى كلمة سحق أي هشم كل أنيابه، بمعنى انتصر عليه. ودي معركة روحية بالمناسبة. الرسول بولس في رسالة أفسس بيتكلم إنه مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السمويات. في السمويات مش بالسماء، في السمويات. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إيه الفكرة دي؟ الرسول بولس هنا بيشاور إلى بعض الحقائق الهامة جدا. الحقيقة الأولى إن حربنا مع عدو منظم. عدو منظم. أجناد، رؤساء، سلاطين، ولاة، ترتيب، عدو منظم. الطبيعة الثانية اللي بيشاور ليها إن حربنا خارج نطاق الجسد والأرضيات، هي حرب روحية. لأنه ناس كتيرة تفتكر إنه لينا أعداء بشريين، أبدا، فحرب حرب سماوية. وبعديها مباشرة الرسول بولس في أفس 6 بيتكلم على طريقة هزيمة أو التصدي لمكائد إبليس من خلال سلاح الله الكامل. فإبليس بالنسبة لي أنا كمؤمن، بالنسبة لي أنا كمؤمن، ليس له أدنى سلطان علي ولا يستطيع أن يقترب مني، بل بالعكس هو بالنسبة لي هو عدو ومغلوب، يهرب مني، يهرب من وجود ده السلطان عطوه ده ربنا. قاوموا إبليس فيهرب منكم، قاوموه راسخين. وهنا بيقول لهم بس في شرط أساسي، هو احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فالحرب لم تنتهي. بالنسبة لي إبليس مغلوب، بالنسبة لي إبليس مسحوق، بالنسبة لي إبليس جرد الرئاسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم. بالنسبة لي سلطان الموت اللي لي ليس له تأثير علي. اقرأ ما فعله المسيح في تيموثاوس الثانية 1:10 عندما يقول أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. أبطل الموت، الفعل ده بالضبط هو نفس الفعل اللي على المشهد اللي حضرتك قلته لنا. كلمة إبطال في اليوناني بمعناها ببساطة نزع سم أو نزع تأثير أو نزع الفتيلة بتاع الخوة أو فتيلة القنبلة أو اللغة. فهنا الفكرة أنه الله في يسوع المسيح على الصليب عندما هزم إبليس أصبح الموت بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمؤمنين نلفايت، يعني ألغى تماما. أبولش دائم يعني تيجي في ترجمات كثيرة أنه ألغى، أو تيجي في NIV destroyed، دمره تماما، أي أباد الموت تماما بالنسبة للمؤمن. فأنا لا أخاف من عدو مغلوب، ولا أخاف من عدو مهشم الأسنان، ولا أخاف من عدو مقيد، ولا أخاف من عدو مسحوق، ولا أخاف من عدو ليس له تأثير. كلمة أيضا في اليوناني تعني عديم التأثير أو عديم الفعل أو معطل، فيت في يعني مجرد خيال باهت ظل. فده بالنسبة للمؤمنين. طب بالنسبة للأشرار، الكلام اللي حضرتك بتكلم عنه وتكلم عليه الأسيس عصام، إنه بالنسبة للأشرار إبليس موجود. بالنسبة للأشرار إبليس يقول ملتمسا من يبتلعه كأسد زائر، لكن ليس هو أسد، لكنه كأسد زائر. نحن، وده اللي أنا عايز أركز عليه، نحن كمؤمنين نتبع الأسد الغالب الذي خرج من سبط يهوذا لكي يغلب، وقد غلب. فهو غلب، أنا أتبع الغالب. عندما حضرتك تنتمي لجيش المنتصر يطلق عليك أنا كمنتصر. كنت بشرح هذه الفكرة يوم الجمعة العظيمة الجود فرايداي عن فكرة كيف نحن منتصرين في شخص الرب يسوع المسيح. في عجالة سريعة للسادة المشاهدين،
لو حضرتك تنتمي لجيش بلد وهذا الجيش حقق انتصار في معركة ما أو في موقعة ما، تستطيع حضرتك بكل بساطة تقول أنا انتصرت برغم أنك لست في الجيش ولم تشارك في الحرب ولم تكن فيها؟ وعطيتهم مثل بحياتي الشخصية، نحن كمصريين أنا لم أكن معاصر حرب 73، لم أكن قد ولدت بعد، لكن عندما انتصر الجيش المصري في هذه المعركة أنا أقول بكل فخر انتصرنا وأنا منتصر. وأيضا عندما انهزم جيش مصر وأنا أنتمي للجنسية المصرية وأحمل الجنسية المصرية أقول أنا هزمت. هي الفكرة ببساطة كذلك، عندما تأتي حضرتك أو الشخص الخاطئ أو أي شخص يأتي وينتمي للإيمان ويقبل يسوع المسيح المخلص والمنتصر فهو ينتمي لجيش الغالبين، حتى ما كانش موجود في الصليب المعركة وحتى ما كانش موجود في الوقت ده، لكن المسيح بانتصاره يحسب انتصار المسيح لي ويحسب بر المسيح لي ويحسب عمل المسيح لي ويحسب تأثيره وعمله وفعاليته وقواته لي لأنه بنتمي لهذا الجيش الغالب. فهنا ده تفسير المعنى يقودني في موكب نصرته كل حين، أنا ماشي في موكب المنتصرين، بس المهم أن أنا أقرر أن أكون بنتمي لهذا الجيش، أحمل جنسية هذا الجيش، أكون واحد من ضمن هذا القطيع وهذا الجروب، لأن أنا شخص أتبع القائد المنتصر. بمعنى إيه ببساطة؟ بمعنى أن أنا أؤمن إيمان حقيقي أن في يسوع المسيح هو الانتصار، وأؤمن إيمان حقيقي أني أنا قبل يسوع المسيح مهزوم، زي ما ذكرنا كنت مغلوب، مهزوم، مأسور، مستعبد لعاداتي وشهواتي، مغلوب من إبليس، مغلوب من العالم، مغلوب من الجسد، مغلوب من شهوات والإغراءات والميول، لكن الذين هم للمسيح انتصروا. فماذا فعلوا؟ قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. الذين هم في المسيح العالم صلب له وهم مصلوبين في العالم، أصبحوا منتصرين. الذين هم في المسيح يستطيع أن سيسحق الله تحت أرجلهم الشيطان سريعا، فهم منتصرون. فالشخص اللي في المسيح منتصر على كل هذه الانتصارات وانتقل من حالة السحق والذل والعبودية وحالة أن يكون مذلول للقضية إلى حالة أن يكون فيها منتصر ويعيش حياة الانتصار. إزاي؟ بنقلة واحدة بسيطة، مش أنا المسؤول عنها، مسؤول عنها شخص الله وعمل الله الكامل في يسوع المسيح. عندما أأتي مصدقا مؤمنا أن ما فعله المسيح لأجلي أنا يحسب لي، فعيش حياة الانتصار. فأنا مش هكون خايف من إبليس دائما. لو اتكلمنا على الانتصارات اللي لينا وعلى المجد اللي لينا، نحن نحمل الجنسية السماوية، هللويا، نحن أمين. كمؤمنين أبناء للعلي، نحن لنا سلطان أن نصرنا أبناء الله. فهل ابن الله يستطيع الشيطان بأن يأتي إليه ويهزمه؟ حاشا، يأتي ويحاربه. نؤكد مرة أخرى أحبائي كمؤمنين، نحن كمؤمنين نحن في حرب ونحن في معركة مستمرة لن تنتهي إلا بمجيء الرب يسوع المسيح ثانية، لكن بشرى الفرح وبشرى الانتصار من هنا من هذا البرنامج جميل نزيعها، هي أن كل شخص في المسيح ثابت ويحمل سلاح الله الكامل يستطيع أن يقاوم إبليس بكل ثبات، وإبليس يهرب منه وليس له سلطان البتة على كل المؤمنين الذين لهم سلطان أن يسيروا أولاد الله. أشكرك جدا. طبعا لازم نتكلم قليلا بعد الفاصل، رح ناخد ترنيمة، طبعا ترنيمة حلوة كتير للأخ مازن بطارسي، بس لازم نتكلم بعد الفاصل بنعمة الرب قليلا حول قديش النفس البشرية معذبة، وخاصة إجا على بالي الغلام اللي كان يعني يمزق الشيطان لما يدركه ساعة يرميه في المي وساعة، فوضع صعب. لكن خلينا يعني نركز على الموضوع قليلا، لأنه نحن كلنا اختبرنا بطريقة روحية عملية قديش كنا نحن ممزقين من الشيطان. حضرت المخرج نحن طيب معنا مكالمة أحبائي، خلينا ناخد المكالمة وبعدين ناخد ترنيمة من فضلكم. معنا ابن الرب من سيدني، أهلا وسهلا، تفضل أخي ابن الرب. مرحبا سيف، نشكر الرب من أجل هالبرنامج مثل كل مرة مشوق. الرب يباكك ويحفظك. استفاد من عويات الدراسات اللي تسووها. الرب يباكك. بس في أسيس مش شاغل بالي، بس كثير من الحالات هسه جاي نشوفها من المؤمنين يعيشون بحياة فتور، وهاي الأشياء يعني نقدر نجزمها بالموضوع إنه الغالب والمغلوب. الواحد يكون عايش بإيمانه بس الفتور بس يجي على حياته ينتج كآبة، والكآبة تنتج يعني مثل واحد يوقع الفخ، وكل ما يطول بهالفخ كل ما تكون صعبة أكثر على مود يطلع من هالفخ ويرجع بعلاقة بجود كونكشن مع الله. فشنو هو السبب اللي الإنسان يفوت بفتور، وشنو هو الشيء
اللي يخليه يطلع من الفتور على مود ترجع علاقته مع الرب ويغلب على ابليس اللي يخليه يشك او يخليه يعيش بهالحالات الفتور. اشكرك جدا الرب يبارك اخي ابن الرب. طيب بناخذ التعليق من الاسيس عصام. من فضلك اسيس عم تسمعنا؟ اسيس انت عم تقرا افكاري اسيس جون اتفضل. تقرا افكار يعني احنا لما كنا لما صلينا في البدايه قلنا يا رب اعطينا وحده روح. امين. الكلام اللي بيقولوه الاخوه السيس نصيف هو الكلام اللي انا كنت محضره والكلام اللي قاله دكتور صفوت بنفس الشيء لان الروح القدس موجود اليوم في الاستوديو موجود في هذا البث. امين. وانا متاكد انه بيلمس نفوس اللي بتسمعنا وبتشاهد هذا البث. مجدا للرب. السبب اني انا بصير في عندي فتور روحي لانه أهملت وسائط النعمة الخمسة. وسائط النعمة الخمسة قراءة الكتاب رقم واحد. أول سؤال بسأله لأي شخص بمر بضعف روحي قدي بتقرأ في الكتاب. ومعظم الأحيان بقدر أقول لك 99.9% من الأحيان الشخص بقول أنا مش بقرأ صلي زمان ما قريتش في الكتاب المقدس. فقراءة الكتاب المقدس بتسبب فتور. عدم قراءة الكتاب بتسبب فتور في حياتي. التقصير في قراءة الكلمة مش واجب لكن اشتياقي لقراءة كلمة الله هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الصلاة مش بصلي. الشركة اليومية مع الله مهمة جدا في حياة المؤمن. الشيء الثالث حضور الاجتماعات. بعض الأحيان نستخف إنه الاجتماعات مش كتير مهمة ممكن أعوض في اجتماع تاني لكن التراجع عن حضور الاجتماعات بيكون سبب أساسي في الفتور الروحي. أنا مهم أنا لازم أكون في الاجتماع أهم بكتير من الحفلات الثانية. يعني أصدق أسيس عصام أصدق الاجتماعات يعني الخدمات الكنسية خدمات الكنيسة يعني لأنه في ناس ما بيعرفوا الاجتماع شو المقصود فيها. اجتماع العبادة اجتماع التسبيح اجتماع هالاجتماع اللي في الكنيسة كتير مهم كتير مهم أسيس جون. أنت بتعرف قدي مهم يعني إلي كراعي أنا مهم ان اكون في الاجتماع مش لان انا بدي اعلم او لان لا بس انا بحتاج فحضور الاجتماعات مهم. البشاره انه نشهد عن عمل الرب في حياتنا. الصوم فاقدين في عنصر الصوم في حياتنا اليوميه مش موجود. لازم نصوم في اصوام لاجل امور حتى الرب يعمل من خلالها. فوسائط النعمه الخمسه عدم وجودها عدم ممارستها بتسبب فتور في حياتي. هلا بالنسبه لروح الاحباط النفسي قد ما روح الاحباط النفسي قوي قد ما هو ايضا ضعيف لانه روح نجس روح شرير بهاجم الانسان وبحاول يخليه يزنقه في زاويه ما يقدرش يتحرك منها وعاده الارواح الشريره بتشتغل بمجموعات مش بانفراد. يعني روح الاحباط النفسي بيشتغل مع روح الفشل وروح الفشل بيشتغل معه روح اليأس وروح اليأس بيشتغل معه روح صغر النفس. فهذه الأرواح كلها تشتغل مع بعض على هذا الإنسان بضلها تزن في باله أفكار بيبدأ يقول عن نفسه أنا مش مهم أنا مش قوي أنا مش مؤمن أنا وجودي وعدم وجودي واحد أنا ما ليش أي تأثير على أي شخص وبيبدأ الإحباط النفسي يترسب في داخله وبيسيطر على فكره. عرفت؟ فالحل بهذا الموضوع الحل الأساسي والحل الجذري إنه نرفض روح اليأس نرفض روح الإحباط النفسي نرفض هذه الأرواح. وأي وقت بيجينا هذا الفكر أرفض هذا الفكر. الفكرة اللي بتجيني في الإحباط النفسي أرفض الفكرة من أولها من بدايتها not to entertain it. ما أخذ الفكرة وأمضغها وأحاول أني أبلعها وأحاول أني أقتبسها لحياتي أنا العملية لكن أرفض الفكر بالكامل قطعيا وأرجع إلى محبتي الأولى. الكتاب يقول أذكر من أين سقطت وتب وأعمل الأعمال الأولى. يعني سفر واضح جدا بقول ليتك كنت باردا أو حارا لكن أنت فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ليه يعني البرودة لها علاج الحرارة لها علاج لكن الفتور ما لهش علاج. فالعدو الخير مشيئته أنه نحن نعيش في حياة الفتور لأنه الفتور بجر وراء الإحباط النفسي. الإحباط النفسي في ناس انتحرت بسبب الإحباط النفسي. الأسبوع الماضي كنت بصلي مع أخت الروح الانتحار كان عليها
والروح بده اياها تنتحر، وعمل فيها بطريقة احبطها نفسيا بطريقة صارت تطلب الانتحار، عرفت؟ فليه؟ لانه عايز يدمرنا. فانا مؤمن زي ما سمعنا اليوم، لازم اعرف انا مين شخصيتي، مين انا في المسيح. ما هو السلطان الرب اعطاني اياه في المسيح يسوع. انا مفدي، انا مخلص، انا مغسول بدم الرب يسوع، انا جنس مختار، كهنوت ملوكي، امه مقدسه، شعب اقتناء. انا الرب نزل من السماء حتى يفديني من لعنه الناموس. انا الرب كتب اسمي في سفر الحياه. من المهم اعرف مين انا، مش مجرد كلام، لكن اعرف بالحقيقه انا مين، واعرف حقيقه السلطان اللي الرب اعطاني اياه. لما اوعى لحقيقه كينونتي انا كانسان مؤمن، عندئذ بعرف انه عندي هذا السلطان، ما يقدرش الشيطان علي. في هوشع 4:6 بيقول هلك شعبي لسبب لعدم المعرفه. فانا لانه مش عارف وزني في المسيح، مش عارف مركزي في المسيح، مش عارف الامتيازات اللي عندي في المسيح، مش عارف سلطاني وقوه سلطاني في المسيح يسوع، بكل سهوله عدو الخير بيغلبني. انا مش عارف. امين. أسيس عصام خليك معنا من فضلك حتى ناخذ مكالمه من كاليفورنيا من نور، ونسمع ترنيمه ونتواصل مع بعض فيما بعد من فضلك. معنا نور من امريكا، اهلا وسهلا. سلام الرب معاكم حبيبي. أهلا بيك. ومع الجميع بركم من أجل هذا تعبكم، ورسالة تيموثاوس تقول اشكروا مرشديكم. ربي يبارك. أشكركم وأشكر عوائلكم وبركة الرب عليكم. وأشكرك أيضا. أنا عندي سؤال بس. Thank you حبيبي. يعني أنا نشكر الرب، متعلمة أنه كلش متعمقة بهالأشياء هذه، بس أنا بدي أسأل سؤال، أنه كيف أعرف أنه عندي الموهبة اللي ربي يعطيني اياها؟ حتى هل انا اقدر استطيع ان اخرج شياطين؟ بيكوز انا اعرف مواهب الرب انطانا وانا امن بيها. كيف اعرف وشنو المستلزمات؟ بيكوز انا اعرف اذا ما عندي القدره انه الشيطان راح يطلع ويضربني. هاي وحده. اثنين، صديقتي هي جالسه معي وتستحي، مؤمنه جديده. نعم. فمن ذكرت لها انه تعظم المعيشه ومحبه المال وشهوه الجسد، فتقول لي بليز كان يو اسك ذم، ينطوني اكزامبل وشلون اتخلص من هاي الاشياء، وصلاه خاصه بدها حتى الرب. محبة المال أكثر شيء، يعني تقول أنا عندي هذه الشهوة، وهل هي هذه شلون أقدر أتخلص منها؟ أمين. مطالبة صلاة. آمين آمين. أشكركم هواية وأشكرك، ورب يستخدمك مع صديقتك ومع كل اللي حواليك. ربي يباركك يا أختي. ربي يبارك. ثانك يو حبيبي. اشكرك جدا. ربي يبارك. طب بتحبوا انه نعلق تعليق حول الموضوع قبل ما ناخذ الترنيمه حتى ناخذ فاصل؟ طبعا كل واحد منكم عنده نظرات خاصه في الموضوع، فانا بحب نسمعها شويه شويه شويه، وبناخذ من الاسيس عصام كمان نظرته الخاصه وبسرعه من فضلك. امين. احب بس اضيف على كلام الاسيس الفاضل نصيف عن الشيطان، لان الناس فاهمه موضوع الشيطان دوه، أو في لبس في الفهم عن الشيطان. الشيطان ليه كذا اسم في الكتاب المقدس، بس ممكن أقول اسمين. إبليس معناها المشتكي، والشيطان معناها جاية من شيطان، الفعل شيطان اللي هو المقاوم، لأن الشيطان هو مقاوم لمشيئة الله. الشيطان أصله كان ملاك، بل رئيس ملائكة، رئيس فرقة تسبيح. في فصلين في الكتاب المقدس بيدينا فكرة كبيرة عن الشيطان، أشعياء 14 حزقيال 28، ممكن المشاهد يرجع لهم. أقول بس آية من أشعياء 14 عدد 13، الأصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي. الكبرياء، ودي نفس الخطية اللي وقع فيها حواء، قال لهم تصيران مثل الله عارفانا الخير والشر، برضو الكبرياء. ودي نفس الخطية اللي ماشية في الجنس البشري اللي بنورثها، كل إنسان بيتولد بيتورث خطية الكبرياء. في حتى دلوقتي التدين في يعني والدواعش، ومش دواعش، نتيجة الكبرياء، احنا احسن من غيرنا، وطبعا نتيجة ايه؟ الفهم الغلط. الشيطان برضو ده زي ما قلت ملاك، ليه قوة ملائكية، والقوة الملائكية اكبر بكثير من قدرات الانسان. يعني ملاك واحد كان موت 185,000 من جيش سنحريب، فده ليه قوة ملائكية، ليه قوة على التركيز والإدراك، وليه أحاسيس، وليه كمان بيخاف. في مرقس 5 مثلا بيخاف الشيطان،
لما طلبوا من الرب ان هم يروحوا الخنازير ولا يهلكهم في ذلك الوقت، يتصف بالخداع والمكر. فالانسان اللي تحت سلطان الظلمه، الانسان اللي تحت سلطان ابليس، يسير في فلك هذه الامور، في فلك هذه الامور، وممكن يصاب بامراض، امراض عضويه. يعني الكتاب يخبرنا ان الانسان ممكن يصاب بالبكم في متى 9، يصاب بالصرع، يجيله إبليبسي في مرقس 9. بس في حالات مرضية وفي حالات أرواحية بالتأكيد، حتى ما يكون كل واحد عم يسمعنا يقول أنه دي حالة أرواحية، لا، ممكن يصاب، ممكن الشيطان يسبب هذه الأمراض. صدقني أستاذ جون، الدكتور المؤمن اللي قريب من الله، أنا بتكلم منه، بيقدر يعرف، بيقدر يعرف. يعني بيدخل عندي العيادة، كان عندي امبارح بس في العيادة شخص عليه روح شرير، تميزه على طول. روح الله اللي جواك يقدر يميز ان الشخص دوت فيه روح نجس، روح ابليس. ممكن يصاب بالعمى في متى 12، ممكن يصاب بالجنون في متى 28، ممكن الروح الشرير دوت يصيب رجل في مرقس 5، ممكن يصيب ولد في مرقس 9 لما ابو الولد جه قال له يا سيد ارحم ابني، ممكن يصيب ابنه، قالت له ابنتي مجنونه جدا. يعني ممكن رجل، ممكن ابن، ممكن بنت، ممكن العيله كلها تصاب بالارواح النجسه. احيانا تلاقي عائلات كامله مصابه بالارواح النجسه. بس ارجع اقول الحل عند الرب يسوع المسيح. امين. هو الوحيد الذي يستطيع ان يحرر. مجدا للرب. امين. طيب هاخد من الاسيس نصيف كمان تعليق سريع حول الافكار. الاخت اللي سالتها سالت افكار حلوه، يعني انه كيف اعرف انني عندي الموهبه؟ لانه هل كل انسان بيقدر يصلي على نحن بنعرف انه الارواح الشريره موجوده في العالم، لا تزال موجوده في العالم. شوف، يعني هو الكلام اللي قاله الدكتور شوفت مره ثانيه والاسيس عصام كلام رائع جدا، وانا شايف فيه كلام ايجابي ورائع جدا، يعني نفهمه بس بعمق ونعيشه. الحياه الايمانيه هي حياه معاشه، الحياه الايمانيه ليست حياه فكريه. ابليس من ضمن خدعاته هو يعلم جيدا من هو المؤمن، كما كان يعلم جيدا من هو يسوع المسيح. فلما شاف الرب يسوع المسيح قال له انا اعرفك، انا عارف من انت، انت قدوس العلي، انت ابن الله العلي، مرة يقوله كده، فعارف من هو المسيح، اتيت قبل الوقت لتهلكنا، يعني عارف ان السلطان مع المسيح، استحلفك بان لا تعذبنا، بل ادينا ان نخرج لهذه الخنازير والى اخره. ونلاقي في اكثر موقف، وحتى رسول يعقوب لما يتكلم عن الشياطين يقول الشياطين يؤمنون اي يقتنعون او يعرفون معارف عقليه، لكنهم يقشعرون اي يخافون. اي الفرق بين المؤمن الحقيقي هو المؤمن اللي بيعيش الكلمه وبيعيش الحياه المطلقه. في قوائم المواهب الروحيه في روميا 12 او كورنثوس الاولى 12 او في افسس 4، هنلاقي ان المواهب الروحيه في القوائم دي لا تاتي فيها ذكر موهبه اخراج الشياطين كجفت، يعني كموهبه من الروح القدس. لكن في مواقع تانية زي في مرقس 16 أو في مواقع تانية، والرب يسوع المسيح مارس هذا العمل وأعطاهم سلطان، لقي أنه تأثير الأرواح الشريرة على الإنسان الشرير موجود. والإنسان خلينا نقول إذا الإنسان أو إذا الشيطان ده ملاك كائن روحي، الإنسان نفهم من هو الإنسان، إنسان جسد ونفس وروح. فهذا الجسد يتأثر بالنفس، الاثنين متحدين، بدليل ان لما اكون عندي ألم او توتر في جسدي النفس تتألم، والعكس صحيح، لما اكون عندي مشكلة نفسية تلاقي الجسد محبط وضعيف وهام، فاذا هي علاقة متحدة مش منفصلين. والروح، فالانسان مننا قد يصاب مشاكل جسدية تؤثر على نفسه، او مشاكل نفسية تؤثر على جسد، او مشاكل روحية تؤثر على الاثنين ايضا. فالانسان هو كان، عشان كده الرسول بولس لما بيصلي للكنيسة لتحفظ ارواحكم وانفسكم واجسادكم كاملة لله، لان كل منهم اثر على الاخر. تعال ناخد فكرة خطوة تانية. الشيطان عندما يأتي ويحارب الانسان، اين يحاربه؟ شيطان فكر، يحاربه في الفكر، في العقل، لانه دي القضية. يعني يمتلك فكره، يمتلك ارادته، يمتلك وجدانه، يمتلك مشاعره، يمتلك احاسيسه، الانسان الشرير مره ثانيه بقول. فدي الفكره، بمعنى ان الانسان او الشيطان يمتلك انسان، بمعنى يسيطر عليه، يسيطر عليه، مش بالضروره بمعنى انه ياتي في حد وفي كان في جانب محدود او يحط له شويه حبال او يحط له حبال حواليه ويربط، لا، لكن يسيطر عليه، يكون هذا الانسان تحت سيطره كامله وخضوع كامل.
ببساطة تشبيه يعني مغمض العينين مقيد اليدين مكتوف الأيدي يجرر في طريقه هو لا يدري إلى أين يذهب. يعني بيقيدنا بروح الشهوة بيقيدنا بروح الخوف بالضبط. فإذا يقيدنا إبليس ممكن يقيدني أو يسيطر علي من خلال أنه يخدعني. وده اللي يقوله الرسول يعقوب. يعني الرسول يعقوب يقول لا يقول أحد إذا جرب أنه يجرب من الله، بل يجرب الإنسان إذا انجذب من شهوته انخدع من شهوته. هو دوره هو. والخطية إذا حبلت تنتج خطية، والخطية إذا اكتملت تنتج موت. فإذا الشهوة هنا الشهوة تحبل ثلاث خطية، أي تكتمل، أي إنسان يكمل فيها، وبعدين الخطية تجيب موت. ومرة تانية مين هو ليه سلطان الموت؟ إبليس. طب وماذا فعل المسيح في إبليس الذي له سلطان الموت؟ أباده. أنا لسه قايل الفعل اليوناني أبطل الموت اللي هو كاتاريجيو. كاتاريجيو ده فعل غني جدا، معناه يعني تماما عطل، اباد ديسترويد معناه نالفايد معناه باسنج اواي يعني انتهى، معناه فيدز اواي يعني تلاشى تماما. يجي معناه ان اوبريتيف يعني غير فعال او معطل عديم التاثير. اذا الانسان المؤمن بالنسبه له ابليس مهزوم تماما في هذه المعركه. بس مره ثانيه باكد ان علي متطلبات كمؤمن حقيقي بعيشها. علي كمؤمن ان اكون في الخطه الالهيه، علي انتبه ان الحرب والمعركه لم تنتهي. النقطه اللي بنقع فيها كلنا الحقيقه، او كثير من المؤمنين بقع فيها، هي انه بيعتقد ان انا منتصر في المسيح وانا غالب في المسيح، وابليس ليس له سلطان علي، وابليس مهزوم وتحت الاقدام، الى كل هذه السلسله الطويله، وبعيش حياه رخاء. فبعيش حياه رخاء. لا، اذا انت معرض للهزام. المعركه لم تنتهي بعد. هي المعركه حسمت لصالحك لكنها مستمره. انت بعد منتصر. في شيء بلغه الحرب الفلول. الفلول. فانت ليك دور. انا ليا دور. دوري هو اللي اشار لي يمكن اسيس عصام في وساط النعمه، اللي اشار لي الرسول بولس في كلمه الله المقدسه في أفسس 6 لما بيقول منطقين أحقاءكم بالحق، لابسين درع البر، حاذين أرجلكم بسعداد إنجيل السلام، الإنجيل حياة البر الحق، خوذة الخلاص، سيف الروح، الصلاة. كل دي صورة لجندي. الرسول بولس هو بيتكلم في أفسس بيسترجع صورة الجندي المقاتل الروماني، ولنا عشان يكون جندي قوي مقاتل قوي لازم يكون لابس السلاح كامل. احنا مرات بنصلي لكن حياتنا ملامة، مفيش بر حياتنا ملامة. مرات بنصلي لكن خوذة الخلاص مش موجودة. الذهن والأرواح، قال أحدهم هذه العبارة، مشككين حتى بخلاص نفوسنا، قال أحدهم هذه العبارة: أنا لا أستطيع أن أمنع إبليس أن يعشش، أن يأتي ويقف فوق رأسي، لكن أستطيع أن أمنعه أن يأتي ويقف في ذهني أو يقف فوق رأسي. أنا لا أستطيع أن أمنع الطيور أن تقف فوق الأشجار أو العشب أو في أي مكان، لكن أقدر أمنعه يقف فوق رأسي أنا. يعني أنت تقدر، الطير واقف في أي مكان، عصفور واقف في أي مكان، أما يقف في أي مكان بالنسبة لي أنا لو أقرب مني أنا أقدر أمنعه. ده الفكرة الروحية اللي عاوز يقول منها الرسول بولس. إمتى أمنعه؟ لو أنا محمي في فكر المسيح، لما بحط على ذهني خوذة الخلاص، أنا علي خوذة الخلاص، أنا متأكد أن ابن الله، وأنا عندي يعني عندي بركات البنوة بكل معنيها من سلطان، وأنا متمتع بصدق مواعيد الله، وأنا منتصر فعلا، لأني أذكر وين كنت، وأذكر كيف صرت، وكيف رب بدل حياتي، وكيف روح الله عم يعطيني تعزيات بالروح القدس، وكلمة الله تؤكد يعني موضوع واسع. ده حقيقة ولازم فعلا يمكن ربي يباركك لو عملت حلقة خصيص لهذا الموضوع. ان مكانه المؤمن في الايمان وحقوقه ده حاجات رائعه جدا. آمين. طيب انا في عندي مكالمه من الاردن، ارجو انه ما تكون سقطت. تفضل. معنا الاخ ابو مهند. انا متاسف طولنا عليك، ما كنتش حابب اقطع المتكلمين احبائي. تفضل اخ ابو مهند، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا بيك، ربي باركك. صباح يسوع. المسيح قام. حقا قام. بالحقيقه قام. حقا قام. بالحقيقة قام وأقامنا معه. أمين. أريد أن أتقدم لكم جميعا باسمي وتسعادتي بالعيد السعيد والقيامة المجيدة للأخ جون نمو. الرب يباركك أخي. وضيوفه الكرام. ونحن نتمنى لك كل خير وكل بركة بمناسبة العيد المجيد. كلمة بسيطة تقول: إن المعلم العادي يخبر، والمعلم الجيد يبقى.
القدر، والمعلم المتفوق يكون مثالا، أما المعلم الفارع فأنتم معلمون فارعون، أنتم معلمون فارعون. الفضل للرب، أشكرك سيدي. تعلمون كل شيء، تعلمون كل شيء وتفهمون كل شيء حتى نعرف الطريق الصحيح ونسير إليه فيه دائما ولنصل إلى السماء وبرفقة ربنا وفادينا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد. الرب يباركك أخي. يجب علينا الصوت، يجب علينا أن نعلم الآخرين من خلال حياتنا، فمكان وجودنا هل في المدرسة أم في المطبخ أم في العمل أم في المكتب أو في الشارع، عندما يبدأ الآخرون يتساءلون عن المسيح جاذبية معينة في حياتنا، عندها ندرك أن الله يحولنا إلى معلمين فارعين. أمين. لأن حياة المؤمن المسيحي هي الكتاب المقدس. نعم. للعالم. فشكرا، أشكرك جدا. ربي باركك أخي أبو مهند. طبعا على موضوع المعلم البارع، طبعا الفضل للرب، لأنه بإشعياء 50 روح النبوءة بتقول، وهذا الكلام للرب يسوع كابن البشر لما المسيح تجسد كإله وأخذ صورة البشر، كان هو المعلم، معلم المعلمين. فبيقول أنه السيد الرب أعطاني لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة. فالفضل للرب، السيد الرب أعطاني، فأي واحد منا بيتكلم بيتكلم أقوال الله، وإن كان بيخدم مثل ما بقول الكتاب يخدم كما من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. أمين. معنا مكالمة أخرى ومنتابع مع الأحبة. معنا بنت الملك من سيدني. أهلا وسهلا بنت الملك. مساء الخير بجون. أهلا بك ربي باكك. مساء الخير على ضيوفك الاستوديو، الأخ دكتور فافد والأخ نصيف، وعلى سكايب الأخ عصام حداد. مرحبا بكم. وبيك يا ربي باكك ويحفظك. قزجون، يمكن تطرقت على هذا السؤال أو يمكن ناقشت، أنا ما أعرف لأني ما شفت الحلقة من بدايتها، ولكن يعني سؤال ممكن يكون مكرر بس له يعني يمكن توضحه أكثر. تفضل. السلطان على المؤمن، سلطانه على الحياة وعقارب، وإذا شرب سم لا يمسه. هل هذه الآية رمزية ولا فعلية؟ لأنه نلاحظ المؤمنين، وأنا مثلا واحدة منهم، يمكن أخاف من الفار، أشوف فار أنا أخاف منها، ما عندي هالسلطان. بينما مثلا في ناس مثلا بالهنودي سيخ أذولا عبادي البقر مثل هذا شفنا بالفيديو ماسك الحياة، فكيف أميز بين سلطان الله والأرواح والسلطان الشر؟ لأنه أكيد ذاك بالسلطان أرواح شريرة يعني أستطيع أن يمثل الحياة. هذا الشيء، وكيف أربطها بالآية اللي تقول يعني أنا كمؤمن ما عندي هالسلطان وأشوف أني أنجرف في تيارات الحياة بالضعف بأشياء ما عندي هالقوة مثلا على مواجهة ظروف الحياة، وفي نفس الوقت الآية تقول خرافي في يدي ولا أحد يخطفها من يدي. بليس يعني تربطون ما بين الاثنين، وسوري إذا كان يمكن أحد كان سأل هذا السؤال أنا ما أعرف. وربي يبارك. أشكرك جدا، ربي يباركك ويحفظك. ربي يباركك. أخي الأسيس عصام. أيوة حبيبي. ربي باكر. طبعا قبل ما أخذ الترنيمة اللي قلنا عنها بدنا نأخذ ترنيمة حلوة كتير للأخ مازن بطارسي، بدي أنا من فضلك نعلق مش على تعليق بنت الملك أسيس عصام، بدي أرجع أعلق على السؤال اللي سألته نور من كاليفورنيا، لأنه أنا حسيت أنه لازم نجاوبها ولازم نعطيها شوي إجابة أوضح، لأنه بتقول هي أنا ما عندي الموهبة أو أنا ما بعرف إذا عندي الموهبة أو كيف أحصل على هذه الموهبة، موهبة إخراج أرواح شريرة، ما هي المستلزمات؟ وأيضا عند صديقتها حدها عم تحكيها الظاهر بأشياء وتشرح لها، بس بتقول أنه صديقتي عندها شوي محبة لتعظم المعيشة وللمال، فبدنا نصلي لها حتى ربي يعطيها أنه ترتاح من هالوهق من هالضغوطات هذه اللي طبعا ما مجد الرب. فمن فضلك تتكلم وحتى ناخذ ترنيمه من بعد تعليقك. من فضلك. انا راح اعلق على الجزء الاول، السؤال الاول سيس جون. سلطان المؤمن، هل يا ترى اخراج الشياطين هي موهبه ام هي امتياز؟ هو سلطان الرب اعطانا اياه، ما في شيء اسمه موهبه اخراج الشياطين في الكتاب المقدس كله. في مرقس الاصحاح الاخير، في مرقس الإصحاح 16 وعدد 18، بقول هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي.
تتبع المؤمنين، ما قالش بعض المؤمنين، ما قالش طائفة معينة، ما قالش عمق معين، ما قالش قامة معينة روحية، لكن قال هذه الآيات تتبع المؤمنين. فكل شخص مؤمن الرب أعطاه سلطان أن يخرج أرواح شريرة، وأعطاه القوة، وأعطاه ملء الروح القدس. هلأ المشكلة وين بتصير؟ المشكلة في ما فيش خبرة يمكن في هذا الموضوع، ما فيش معلومات كفاية عن هذا الموضوع. أنا بقول لك يا ما تخافش، يعني لو شفت قدامك شخص ظهرت عليه شياطين لا تخاف، لأنه الرب بيعطيك الطريقة والأسلوب اللي فيها تخرج هذا الشيطان. لا تخاف، لأن الرب ما رح يسمح للشيطان أنه يؤذيك ما دمت أنت عارف السلطان اللي عندك، وعارف الحصانة الروحية اللي عندك، وعارف أن الشرير لا يقدر أن يمسك أنت كابن ملك الملوك ورب الأرباب، وأنك أنت مغطى بدم الرب يسوع. بعض الأمور لازم نعرفها في إخراج الشياطين. الشيء الأول، لازم دائما وأبدا نكون سالكين بحسب كلمة الله. ما تكونش عايش في الخطية وتروح تمارس إخراج الشياطين، لأنه متناقضات لبعضهم البعض. لازم تكون عايش في قداس، عايش حسب كلمة الله. الشيء الثاني، غطي نفسك بدم الرب يسوع، غطي الناس اللي حواليك بدم الرب يسوع. الشيء الثالث، ما تسمعش للكلام اللي بيقوله الشيطان، وما تخضعش للكلام اللي بيقوله الشيطان. خلي أذنيك دائما. والسر في النجاح في إخراج الشياطين هو إصغائنا الكامل لروح الله، لأنه الروح القدس بيكلمنا بأمور يمكن ما بتخطر على بال إنسان. حساسيتنا للروح القدس، لأنه في رومية 8-14 بقول وأما جميع الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. حساسيتنا للروح القدس هي التذكرة اللي عن طريقها نقدر ننجح في إخراج الشياطين. مهم جدا نسمع لصوت الرب، ومهم نعرف أنه هذا امتياز الرب أعطاه لكل مؤمن مش لبعض المؤمنين. ومهم ما نخافش ابدا، لانه بيستخدم زي ما حكيت في البدايه، بيستخدم سلاحين، سلاح التخويف وسلاح الكذب. فخلي ثقتك في الرب، واي وقت بيكون في وضع انك شفت شياطين ظهرت، اخرج الشيطان في اسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد. اشكرك جدا، وراح تشوف اشياء رائعه في عملك وفي خدمتك. اشكرك جدا. وطبعا لمجدد. بالنسبه لصديقه نور رح نصلي لها بعد ما نخلص البرنامج احبائي، لكن الان بناخذ فاصل. ترنيمه للاخ مازن بطارسي، ترنيمه حلوه بتتكلم عن سلطاننا في المسيح. تفضل اخي المخرج. حي هو الرب الهي لنا واقف قدامه، هو حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. هو حي، هو قادر، هو يستطيع، هو إلهي وإلهك. في هذه اللحظات تعال قل له أنت حي، أنا جاي إليك أنت يا سيد القدوس. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه. إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. لنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، لنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، ولا محتاج للإنسان دم كفيني سلامه. حي هو الرب إله لنا عايش قدامه، حي سيد الملك إلا أنا عايش خدامه. أنا شايف
اخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار انا شايف اخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار ولحد الشر ما ينهار انا هرفع اعلامه حي هو الرب اله اللي انا واقف قدامه حي سيد المالك اللي انا عايش خدامه حي هو الرب اله اللي انا واقف قدامه حي سيد المالك اللي انا عايش خدامه انا عاكف على المكتوب ضد التيار المقلوب انا عاكف على المكتوب ضد التيار المقلوب بشهد ليسوع المحبوب وتشارك بألامه حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه حي سيد المالك اللي أنا عايش قدامه أنا عارف إيماني بمين ده القادر يحفظني أمين أنا عارف إيماني بمين ده القادر يحفظني أمين جاي وهشوفه بكل يقين زي ما وعد بكلامه حي هو الرب إلهي أنا عايش خدامه حي سيد المالك إلا أنا عايش خدامه حي هو الرب إلهي إلا أنا واقف قدامه حي سيد المالك إلا أنا عايش خدامه أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود ونقف كده صف بالعود ونعلي بأنغامه حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود ونقف كده صف بالعود ونعلي بأنغامه حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه أنا عارف إيماني بمين ده القادر يحفظني أمين أنا عارف إيماني بمين ده القادر يحفظني أمين جاي وهشوفه بكل يقين زي ما وعد بكلامه حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه حي سيد المالك اللي أنا عايش قدامه حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه حي سيد المالك اللي أنا عايش خدامه من جديد أحبائي برحب فيكم طبعا حلقة اليوم رائعة جدا عنوانها المغلوب تحول إلى غالب كلنا كنا مغلوبين كمؤمنين عم بحكي الإنسان اللي مش مخلص بعده مغلوب مش مخلص في المسيح كلنا كنا مغلوبين لكن الرب عطانا النصرة أمننا بالرب يسوع اغتسلنا بالإيمان بدم المسيح حل فينا روح الله كتب الرب يسوع اسمنا في سفر الحياة الأبدية لبل مش كتبه أعلن لنا أن الاسم مكتوب مسبقا فصرنا غالبين بعد ما كنا مغلوبين فالرب أعطانا سلطان هلأ نحن عم نتكلم عن سلطان بالشكل عام عم نحكي عن سلطان على الأرواح الشريرة لكن بالشكل عام عندنا سلطان على الخطية الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة عندنا سلطان أنه نصلي لأجل شفاء عندنا سلطان أنه في قضايا مستعصية منصلي لأجله والرب بيتدخل والرب قالنا مهما طلبتم بالصلاة باسمي تنالونه ففي أشياء كثيرة مش بس سلطان أنه أنا آمرك أيها الروح النجس لا عندنا سلطان يعني صرنا منتصرين هذا الفكر العام أنا منتصر في المسيح هذا السلطان أخذته من مين؟ ما أخذته من بشر أخذته من المسيح لأنه هو الرب المتجسد فهل يا أخ يا أسيس يا دكتور صفوت بقدر أنا هذا السلطان اللي أخذته بناء لعلاقتي مع المسيح بقدر أنا أعطيك إياه
ولا لازم تاخده مباشرة بعلاقة خاصة؟ لازم تاخده من الله مباشرة. يعني ما فيش واحد في الكتاب المقدس ورث ولاده أو عيلته السلطان. يعني مثلا جدعون، موسى، أنت عارف إبراهيم، إسحاق، يعقوب، ما فيش واحد ورث أولاده السلطان خالص. نعم. فهذا السلطان السجون دوى لما الإنسان بيقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي، زي ما قال حضرة الفاضل الأسيس عصام، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان، قبلوا الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتهم. يعني ما فيش ضرورة أنا إذا حضرتك معك السلطان أجي لعندك أقول لك دكتور صفوت من فضلك يعني هيك تحنن علي، فدي علاقة مفروض تكون مباشرة مع الرب يسوع، وإلا أي شخص بيروح لعند شخص آخر غير المسيح تسقط هذه العلاقة. كلنا بشر وكلنا في الموازين إلى فوق السجون. أمين. في ناس كتيرة بتروح، خلينا نتكلم بصراحة شوية، في ناس كتيرة بتروح لناس بيسموهم قديسين، يقول لك ده أخذ رتبة قديس. نعم. مش عارفين ان المؤمنين كلهم قديسين في المسيح. نعم. لو قروا الرسائل احنا قديسين في المسيح. مفيش واحد ليه رتبة اسمها قديس ويقدر يدي سلطان لأي بشر موجود على الأرض، مفيش الكلام ده في الكتاب المقدس، دي اختراعات بشرية كلها. نعم. لو رجعنا للكتاب المقدس، دي لازم نوضحها شوية لألا الموضوع يصير فيه التباس. بلكي بنخلي كمان الأسيس بعد شوية يوضحها. تفضل. أمين. إحنا نقدر نقول أن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. نعم. أعمال إبليس اللي شايفينها في العالم كله، والذبح والقتل والكراهية والكبرياء اللي اتكلمنا عليها كلها، نعم، الرب جه لينقض أعمال إبليس. لهذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس، علشان عاوز يحرر كل مشاهد. مش كده بدي دعوة لكل مشاهد، لو أنت مقيد فعلا بأعمال إبليس، مقيد بسلطان الظلمة، وحياتك عايش في ظلمة، أبديتك هتكون ظلمة أبدية إلى أبد الآبدين، بدعوك في هذه الحلقة انك تقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخص لحياتك. صدقني ما في شيء في الحياه كلها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. البخار بيظهر كام ثانيه؟ يظهر مثلا 5 ثواني 7 ثواني. طب انت حياتك في الثانيه نمره كام؟ كيف صدقني تكون حياتك في الثانيه 5 او الثانيه 7؟ حياتك بخار، وقت قصير جدا هنقضيه على الارض بالقياس مع الأبدية الرهيبة اللي هتقضيها في بحارة النار والكبريت مع إبليس. لكن المؤمن برضو أحب أشجعه، أقول شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. الغلبة في المسيح. نعم. الغلبة مش فينا، ده إحنا يعني فعلا المؤمنين دول غلابة يا سيجون. يعني في رومية 8، حلو قوي رومية 8، الغلابة صار لديهم غلبة، غلبة كبيرة قوي صدقني. في رومية 8 يقول ايه؟ قد حسبنا مثل غنم للذبح. وده صدقني اللي شايفينه، المسيحي التعبان غلبان وبيدبح مثل غنم للذبح. لكن هل الموضوع كده ينتهي وخلاص؟ لا. يقول ايه؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ في رومية 8:35. نعم. أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. إحنا منتصرين، ده إحنا في موكب نصرة المسيح كل حين. في كل حين، ده احنا عايشين حياة الانتصار. هللويا. وعايشين حياة الانتظار اللي الرب هيجي ياخدنا، وعايشين حياة الانكسار امام شخص الرب يسوع المسيح. الناس شايفانا ضعفة، لكن احنا مش ضعفة، ده احنا اولاد الله مجدا، ده احنا ورثة الله بالمسيح، ده احنا لنا طبيعة الله، لنا المولود من الله، ده انسان عالي مقامه عالي، جنسيته زي ما قال الاسيس الفاضل النصيف، جنسيتنا سماوية. يعني أمين. أمين. طيب خليني أخذ مكالمة وبسلم الحديث للأسيس من فضلك. معنا ابن الملك من سيدني، أهلا وسهلا ابن الملك. ألو، سلام المسيح معكم. أهلا أمين. ومعك أيضا. طيب يباركك أسيس جون ويباركك ويحفظك. سلام إلى خدام الرب.
ويباركك الرب. نشكرك من أجل هذا البرنامج وإحنا عم نستفاد كثير منه كثير عجد. والرب يباركك، أشكرك لأجل التشجيع، الفضل للرب. تفضل أخي الحبيب، شو عندك سؤال؟ نشكركم من أجل كل شيء، بس عندي طلب صغير، طلب صلاة لأمي. نعم. هي بتحب الرب كثير بس في عندها شوية أرق ما عم تنام بالليل، فبليز يعني أذكرونا بالصلاة. آمين آمين باسم الرب يسوع. مش ضروري تذكر اسمها، رح نصلي لها اسم يعني نعم. أمه لابن الملك بنعمة الرب يسوع. آمين. الرب يباركك أخي الحبيب ويستخدمك أيضا. شكرا يا سيد جان، الرب يحفظك. باي باي، رب معك. طيب رح نصلي في مع الأسيس عصام، بس رح بسألك سؤال من فضلك، هو نفس السؤال. أنا مؤمن، علاقتي في المسيح، أخذت السلطان على كل الأمور، صرت إنسان عايش منتصر في موكب المسيح. واحد مش ماشي معي في موكب المسيح، بقدر أعطيه السلطان أنا جوا في الموكب، بقدر يقول لي في مجال تمرق لي السلطان وأرجو مثلا. أنا عم بحكيها ببساطة. الإيمان يعني هي نعم. فكرة ما السلطان، إيه معنى كلمة سلطان أو الثورتي؟ السلطان يعني انتقال لدائرة إني لي حق. لي حق يعني نعم. أعطاهم السلطان أن يصيروا أولاد الله، أصبحوا حقا أولاد الله. إحنا ما كناش كده. من الذي يعطيني اسمه أن أصير ابنه؟ هو صاحب الشخص. أنا لا أستطيع أن أعطي أنا شخص تاني أن يصير ابن لله بدون أن يوفق الله. فالله هو وحده صاحب السلطان. الكلام ده نلاقيه بكل وضوح في متى أصحاح 28 في عدد 18. دفع إلي كل سلطان. الرب يسوع المسيح بيقول كده، دفع إلي كل سلطان ما في السماء وعلى الأرض. كل سلطان ملك للرب يسوع المسيح. لا يأتي أحد إلى الأب إلا اكتذبه أبي. ويقول أنا هو الطريق والحق والحياة، ومن رآني فقد رأى الآب، وكل هذه الأمور. فإذا مهما طلبتم باسم باسم الآب فإنه يعطيه. فإذا واضح أنه في طريق واحد فقط ووحيد فقط من خلاله ينبغي أن نحصل على هذا السلطان، أي البنوية لله. ومن خلال البنوية أتمتع بكل حقوق أن أنا أكون ابن الملك أو ابن ملك الملوك ورب الأرباب. الطريق الوحيد هو أن أأتي للرب خاضعا مصلي مقتنعا طالبا مشيئته وسلطانه، وأن أكون يا رب اقبلني كأكون ابن ليك. نعم. ودي نعمة من ربنا أعطاها لي. ده من ناحية. ناحية تانية عشان مهم جدا نفرق بين الحتة دي، خبرة الإيمان لا ينقل أو لا يورث. لكن خبرات الإيمان تنقل وتعلم. حلو، ربي يبارك. بمعنى إيه؟ معنى أنا مؤمن، ابني اللي عنده 3 سنين أو بنتي اللي عندها 6 شهور مش بالضرورة أن أنا أقدر أورثها الإيمان. مش هقدر، لا أستطيع أن أورثها الإيمان مطلقا. وكتاب الدين نماذج كثيرة جدا لأشخاص كانوا أتقياء مؤمنين وأولادهم كانوا بعيدين، منهم داود منهم صموئيل وهكذا. لكن الدرس بقى فين؟ دور في مكانتك أب. خبرات الإيمان تعلم. دورك أب أن أنا أعلم أولادي عن الإيمان وعن الرب يسوع المسيح، وأنقل لهم خبرات الإيمان وسلطان الرب وصلاحه ومحبته ونعمته ورحمته. فأبدأ أعلمهم وأدربهم وأقودهم في طريق الرب، وأربي ابني في طريق الرب، فمتى شاخ لا يعد عنه. لكن العلاقة الشخصية والسلطان دي علاقة شخصية بين كل إنسان وربنا، من كل إنسان وربنا، مش بين كل إنسان وأخي الإنسان. وإلا إذا كانت الموضوع أصبح أنه فيها نوع من المحاباة أن أنا أدي أولادي أو أقربائي هذا السلطان، حاش. السلطان هو فقط مطلق لشخص الرب، وهذا السلطان هو بخضوع حقيقي أناله عندما أأتي مقرا بخطاياي، تاركا خطاياي، مقرا بعمل المسيح وبر المسيح وفدائه الكامل ودم المسيح يغطيني. هنا أنا أنتقل من دائرة إبليس ودائرة الظلمة ودائرة البنوية أو اقتناس لإبليس لإرادته إلى دائرة النور، إلى دائرة ابن الله، إلى دائرة حياة البر، إلى دائرة الخليقة الجديدة. إذا كانت الخليقة الأولى فسدت وتشوهت، يأتي المسيح بالخلق الجديد. فهذا السلطان واحد لا ينقل ولا يورث ولا يعطى من إنسان لإنسان على الإطلاق، بل يعطى من الله مباشرة. اثنين، الإيمان لا يورث أيضا لكنه يعلم. يعلم بمعنى أننا بنتكلم كلمة الله يعلمنا. يعرض كل ما كتب يعلم. كتب لأجل تعليمنا. فإذا أنا بقدم في الكنيسة بنعلم ونشجع الناس ونحس الناس ونشرح لهم الطريق الوحيد للخلاص، لكن الطريق هو مين؟ هو شخص الرب. قصة جميلة ببرنامج اللي خاصة بالبرنامج عن إخراج الشياطين في أعمال 19. أعمال 19 كما حب يقلده ويخرجوا الشياطين. ليه؟ في
شخص هو سكاوى عنده 7 بنين رجل يهودي رئيس كهنة. الكتاب يقول كده رئيس كهنة يعني في مركز كويس قوي. فشاف انه باسم بولس وانه بولس باسم الرب يسوع المسيح والمؤمنين بيخرجوا شياطين. فشوف يقول الكتاب هذه الكلمات في اعمال 19 ايه 13. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعدمين ان يسموا على الذين بهم الارواح الشريره باسم الرب يسوع المسيح قائلين نقسم عليك باسم يسوع الذي يكرز به بولس. ماذا ويتكلم عن فاجاب الروح الشرير في ايه 15 وقال اما يسوع فانا اعرفه. روح شرير عارف يسوع بس بمعرفه زي ما قلنا ذهنيه لا تخلص. اما يسوع فانا اعرفه وبولس انا اعلمه ايضا. واما انتم فمن انتم؟ ما تقدروش تقلدوا. اذا احبائي السلطان لا يقلد. السلطان لا يقلد ولا يعطى بتوكيل او تفويض من انسان ولا يعطى بالعكس ولا استطيع ان ادعي ان انا حصلت عليه. تكمل بقى القصه يقول لك فوثب عليهم الانسان الذي به روح الشرير وغلبهم. احنا كنا الحلقه بتاعتنا المغلوب هو غالب المؤمن لا يمكن يتغلب من ابليس لكن هنا غلبهم الروح الشرير غلب السبعه بهذه الكلمات وقوي عليهم حتى ان هربوا من ذلك البيت عرات ومجرحين. وصار هذا معلوما في جميع اليهود واليونان والساكنين في افسس وصار خوف عظيم واسم رب يتعظم. من قصه دي تقول لنا انه هذا الشيء السلطان الالهي لا يجرب لا يزيف لا يمنح من واسطة أشخاص لأشخاص ولا أيضا نستطيع أحد أنه يدعي زي ما حضرتك قلت أنه حصل عليه إن لم تكن هناك علاقة قلبية حقيقية حتمية بين الإنسان وبين الله. ده نمبر 1. أشكرك جدا. معي مكالمة من فرنسا معنا الأخ أيمن. أهلا وسهلا أخ أيمن تفضل أخي الحبيب بس بسرعة من فضلك لأنه الوقت ابتدى يداهمنا. أخ أيمن طيب مرحبا. أيوه مرحبا أستاذ جون سلام ونعمة. أهلا بك خير ربي باكك ويحفظك وحييك على برنامجك المميز وضيوفك الكرام. أشكرك. أبدأ كلامي بما قاله تفضل حبيبي. أبدأ كلامي بما قاله بولس الرسول يقول بأن مصارعتنا هي ضد القوى الروحية الشريرة هذا في أفسس 6:12 على ما أعتقد. هذا يعني قساوسة أن الشياطين لم يرموا سلاحهم ولن يرموه بل في كل مرة يعززون مواقعهم. واضح أننا يعني نواجه شياطين خضرة فكيف تعرف الناس أنها تتعامل مع شياطين خصوصا أنكم تتهمون المسلمين بأنهم أشرار فهل هم من الأرواح الشريرة ولماذا سمح يهوى بوجود الأرواح الشريرة وتفشي الشر الذي سبب للناس الكثير من الأمل إذا الألم إذا كان يهوى كلي القدرة كما تقولون ومحبا فلما لا يستمع إلى صرخات الأطفال في سوريا التي تتقطع أمعاها من الجوع وفلسطين ولبنان وكل العالم أم أنه مشغول فقط بأنه يطلعنا نوح من القبر في كنيسة القيامة. وعجبني كلام النبي الذي وبخ الإله حقوق الذي قال له لماذا تريني السوء وتبصر الشقاء. أشكركم وأتمنى إجابة من ربي باكر. أمين ربي باكر. يا أيمن قبل ما تروح أيمن طيب أيمن إذا عم تسمعني أيمن طيب أفعل أيمن إذا عم تسمعني مباشرة أرجوك لما بتتصل فينا حاول تتصل فينا شوي بدري حتى نقدر نعالج النقاط اللي حضرتك طرحتها لأنه عدة نقاط طرحت. لكن أشكرك لأجل التواصل وأشكرك لأنك فعلا يعني إنسان مهذب وكلامك يعني في شيء من المنطق مع أنه له تفسيره. طيب معنا ابن الرب من كاليفورنيا ومنتابع إن شاء الله نقدر نشرح الأفكار. معنا ابن الرب من كاليفورنيا تفضل أخي ابن الرب. ألو رب يبارككم أستاذ جون وكل ضيوفك ويباركك أيضا. حابب بس أعلق تعليق وأسأل سؤال. تفضل. التعليق الأولاني أنه بسرعة كده أنه في فكر بيقول أنه الشيطان يعرف أفكار الناس لكن الكتاب المقدس بيعلمنا بدليل قاطع أنه لما دانيال اتقدم علشان يحكي للحلم قبل دانيال كان دخل الكلدانيين والمجوس والصحراء والملك طلب لما حلم ما كانوش يعرفوه الكلدانيين والصحراء انهم ما عرفوش الحلم. نعم. وهم شاهدوا قالوا الامر الذي يطلبه الملك عسر وليس اخر يبينه قدام الملك غير الالهه الذين ليس سكناهم مع البشر. الناس دول تابعين لابليس الصحراء والمجوس دول كانوا تابعين لإبليس. ومع ذلك إبليس ما عرفش يغششهم الحلم لأنه لا يعلم أفكارهم. ويعلمنا الكتاب كمان
انه سليمان حكيم يقول كده لان الرب يرحم جميع القلوب ويفهم كل تصورات الافكار. صحيح. هو الوحيد اللي يعرف الافكار. ربي باكك يا ابن الملك. يا ابن الرب او ابن الملك. ايه ربي باكك. افكارك كثير حلوه وكل ما بسمع منك تعليقات بفرح فيك جدا لانه عندك عمق روحي. الرب يستخدمك بكل قوه في كل موهبه. امين. ربي باكك. السؤال اللي عايز اساله. هل للشيطان لانه رئيس سلطان الهوى والخليقه اخضعت للبطل، هل له سلطان على مثلا الرياح؟ يعني هل هو اللي سبب نوة الرياح لما كان التلاميذ في البحر؟ كان نفسي اقول جملة بس للاخ ايمن. يا ريت يا اخ ايمن تبقى منصف شوية، لانه اللي انت بتقوله عن 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 الظلم يعني صعب جدا ان انت توزن الامور عن واحد بيتكلم حتى ولو بيشتم مقارنة بقتل وذبح. yes. وفي الآخر عاوز تقنع الناس بكلمات مغلوطة إن الله هو اللي وراء كل هذا القتل. معروف من زمان إنه قتال وأبو كل كذاب، ومن منذ الأزل وهو قتال إبليس. فأرجو يا أخ أيمن إن أنت الرب ينير قلبك ويخلي كده الرب يديلك كده فعلا، ما تبقاش ظالم في احكامك. الرب يبارك يا حبيبي. الرب يبارك يا حبيبي. طيب اسيس عصام، انا بطلب منك من فضلك التوضيحات الاخيره وبسرعه، وبعدين نحن طبعا بنصلي للاحبه اللي طلبوا صلاه بعد ما ننهي الحلقه. اسيس عصام من فضلك وبسرعه كلمتين صغار لانه الوقت ده همني جدا جدا. مبارك اسم الرب سيس جون. انا بس بحب اشجع كل شخص اليوم بسمعنا باسم الرب يسوع المسيح انه يقرا الكتاب، يحفظ كلام الله، يعيش في حياه الايمان، يمتلئ من الروح القدس، ويعرف انه في لي سلطان. كل شخص بيقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياته، في اللحظه اللي فيها الرب يسوع بيسكن في قلب الرب بيعطيه هذا السلطان، وبيتحول من مغلوب إلى غالب. أمين. بتحول من سلطان الظلمة إلى سلطان ابن محبة. طيب بتحول من سلطة الشيطان. أسيس عصام إلى سلطان اسم الرب. أسيس عصام من فضلك لو قطعتك، السؤال اللي سأله أيمن إنه ليش برسالة أفسس الإصحاح السادس بيقول إنه مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل طبعا مع الرؤساء، مع السلاطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. فإذا كان المسيح جرد الرياسات على الصليب، ليش بعدهم عم بيصارعونا وبعد سلاحه كأنه معهم؟ هذا السؤال سأله أيمن من فرنسا. يا ريت وبسرعة لأنه لازم أربح وقت، ما عاد عندي إلا كم دقيقة بس. من فضلك مبارك تفضل. جاهد أخوي جون. لا تفضل اشرح لنا، قصدي ليش أنه بعد الأسلحة معاهم إذا كان الرب جردهم من 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 سلاحهم؟ الرب انتصر على مخطط الشيطان، انتصر على ترتيب الشيطان في هلاك البشرية بخلاص الرب يسوع على عود الصليب. هو اللي محى الصك، هو اللي أخذ مفاتيح الهاوية والموت، هو اللي ليه السلطان الموت في موته وفي قيامته من على الصليب. فشل الشيطان، فشل في هذه المعركة. ليه لسه موجود لهذه الأيام؟ لأنه في هناك ترتيب إلهي، في هناك أزمنة، وفي هناك ترتيب إلهي في يلقى الشيطان في البحيرة المتقدة في, 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 في النار وفي الكبريت. هذا زمان بحسب ترتيب الله، لازم أن يتم كل شيء بحسب مخطط الله في الأزمنة السابقة. أشكرك جدا أخي الحبيب، وربي باركك ويستخدمك بكل قوة باسم الرب يسوع المسيح. دكتور صفوت، وبسرعة السؤال اللي سأله ابن الملك أو ابن الرب، أنا حطيت ابن بس ما كتبت مين. هل الشيطان له سلطان على الهواء والرياح وغيره؟ هو اسمه رئيس سلطان الهواء، هو اللي بيتحكم في أفكار الناس، هو اللي بيتحكم في الرياح. بس الرب ليه السلطان الأعظم، هو انتهره وانتهر البحر وقال له أسكت ابكم. فرب له الكنترول فوق كل، يعني ممكن الشيطان يحرك بعض الأمور والحوادث والإشكاليات، لكن العلي، الله العلي متسلط في مملكة الناس بالتأكيد. بس برضو أحب أرد على الأخ أيمن بسرعة، لماذا سمح يهوى بوجود أرواح شريرة؟ أحب أقول له لأن الله عنده مشروع كبير اسمه مشروع الفداء، وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد. الله عاوز أبناء من البشر يكون مشابهين صورة ابنه، عشان كده سمح بسقوط الإنسان آدم وحواء، وبعد كده هو كان عنده العلاج الذبيحة الأقمصة من جلد، كان هو اللي جه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، جه ومات وقام وصعد
وهيجي تاني عشان ياخد المؤمنين، وهنكون معاه الى الابد، الى ابد الابدين. في الاخر الشيطان ايه اللي يحصل له؟ انا قلت بالضبط خمس افعال عن الشيطان في الصليب. في الصليب الرب ربطه، في متى 12، في لوقا 11 الرب غلبه، في عبرانيين 2 اباده، في كلوس 2 جرده، في تكوين 3 سحقه. بس في فعلين في رؤيا 20 هيحصلوا في المستقبل لما الرب يجي. في رؤيا 20 الرب هيقيده 1000 سنة يقيده، وبعد كده في رؤيا 20 عدد 10 يطرح في بحيرة النار والكبريت مع الوحش والنبي الكذاب ليعذبوا نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. أشكرك جدا أسيس نصيف. أنا مش عارف شو بدي أسألك، بس إذا بتحب تلملم الموضوع معايا لأنه لازم أنا أختم الحلقة. الحقيقة الموضوع هو بس الأخ أيمن دائما بيسألنا أسئلة آخر لحظة حتى يعمل إرباك. لا ما فيش إرباك. ما بيطلع شوية ناقص. في شوية مغالطات هو وقع فيهم حتى لما اقتبس من حبقوق. لما اقتبس من حبقوق وإشارة أنه ربنا هو المسؤول عن الشر، لا، الله أعطى الإنسان الحرية، وأيضا مخلوقات الله خلقت في جانب من الحرية. عشان كده لما سقط إبليس لأنه تكبر بحرية، ولما سقط الإنسان سقط بحرية. فالله إله عادل، والله إله أمين، والله حق، ليس هو المسؤول بمعنى أنه هو الأبدع الشر. هو يسود العالم ويسود الخليقة، لكن مش هو المسؤول عن الشر، مش هو المسؤول. يعني بنقول بكل وضوح مش مسؤول عن افعال داعش القتلة والظالمين. بس هو ممكن يقول لك ليش تاركهم الرب؟ تاركهم الرب لانه هيعاقبهم. نعم، تاركهم الرب لانه اقام يومه مزمع عن يدين فيه المسكون بالعدل. نعم، تاركهم لانه لهم عذاب ونار تنتظرهم. تاركهم الرب لانه هناك دينونه ابديه لا تقدر ب... طب ليش الرب عم يسمح بموت الاطفال والطفل البريء على حساب واحد شرير الموت سيعاقب؟ الموت بالنسبه للاطفال والابرياء ليس شر لينا كمؤمنين. مين قال ان الموت شر؟ ما احنا قلنا الموت انتهى وعدوه انتهى في المسيح. فالموت بالنسبه للمؤمن هو نقله، والطفل نقله للحياه افضل. فبالنسبه هنا الموت بالنسبه للمؤمنين والاطفال في منظورنا كبشر شر وبنحزن عليه لاننا بشر. في مجمل الخطه الالهيه الموت بالنسبه لهؤلاء نقله من حياه ارضيه مؤقته ضعيفه محدوده مليئه بالمفاسد والظلم والجوانب الانسانيه الى حياه أبدية. واللي فعلها هيجازى. الخادمه الاخيره الاشار لها حبقوق نفسه اللي هو قال هذا العبارة في سؤال بشري، وهو سأل السؤال ده. مش يعني قصدي حبقوق عم يسأل بيقول له لما تريد لي هو لا يذم الله. والدليل في ختام سفر حبقوق اللي هو اقتبس منه في البداية، المفروض كان يرجع ليه النهاية، بيقول كده حبقوق في أصح 3 أبتهج بالسيد الرب أفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل ومشين على مرتفعات. فحبقوق هنا بينحني أمام الله في النهاية، مش بيزم يهوى كما قال وكما ادعى. وعم يسأل حبقوق سؤال استفساري طبعا، مش نقد ومش لأنه الرب كان عم يوري أحبائي، كان الرب عم يوري حبقوق أنه أمة الكلدانيين ستأتي وتضرب أمة إسرائيل لأنه كانوا عايشين بحياة الشر. اليهود كانوا عايشين بحياة الشر. فعم بيقوله يعني عم بيقوله حبقوق للرب، يا رب كيف ممكن أنه لماذا يبلع الشرير من هو أبر منه؟ يعني أنه نحن شعبك، وليش بتخلي الكلدانيين يجوا يضربوا شعبك؟ فهو كان تساؤلاته كنبي عم يسأل أسئلة حتى يعلمنا، لأن كلنا عنا تساؤلات. ليش يا رب الشر هون هون هون؟ بس أحبائي الله هو صاحب السلطان. صحيح أنه الشيطان عم بيخرب، لكن الله above all، هو فوق الكل. فنحن نثق أنه نحن كنا المغلوبين، صرنا غالبين في الرب يسوع المسيح، والرب أعطانا الغلبة. ونشكر رب الإنجيل بيقول وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، وشيطان العالم، هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا بالرب يسوع المسيح. عشان هيك يسلم حياتك للمسيح، قل له يا رب أنا مغلوب من خطاياي، خايف من الشيطان، عم يلعب في الشيطان مثل ما يقول العراقيين بالطوبة، لكن يا رب أنا بدي سلمك حياتي، واعطيني أن أكون في موكب نصرتك في المسيح يسوع. غسل قلبي الخاطي بدمك، املأني بروحك الطاهر، واعطيني نعمة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. وأخي أيمن قبل ما أختم بقول لك شغلة، رح أصلي لك بعد شوي حتى الرب يفتح قلبك، ونصلي للأحبة اللي طلبوا الصلاة. أحبائي الرب يبارككم، وأشكر يعني التواصل والمشاهدة، ورب يستخدمكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، إلى أن نلتقي على سحاب المجد مع الرب يسوع المسيح.